بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بمحاضرتنا رقم 6 في دورة تعليم استعمال برنامج ساد برو في مواجهة الحياة الهندسية واتخاذ القرار الهندسي بالنسبة إلى المهندسين. هذه المحاضرة حقا راح نبدأ الآن. احنا تعلمنا بالمحاضرات الخمسة السابقة انه كيف نتعامل مع ملف بشكل متكامل، فلا تعمدنا ان يكون الملف صغير، يعني انه يكون البناية اسهل ما تكون، عبارة عن طابق واحد وبانل واحد وكذا. من اليوم عليكم السلام راح نبدأ ان شاء الله شوية نطور الشغل مالتنا حتى ناخذ حالات اقرب الى الواقع العملي اللي بيه حالات معقدة. راح نبدأ اليوم بشيء اللي هو تقريبا نقدر نقول يعني 99% او 100% راح يكون شغلنا بهذا الشكل، انه احنا نجيب ملف اوتوكاد ومن ثم نبدأ نشتغل بهذا الملف ببرنامج ستاد برو، لانه الشيء الطبيعي يعني من حياة العملية. نحكي عن يعني بصراحة نحكي عن التصميم، يعني ما نحكي عن مثلا تشيك او كذا، مع التصميم انه اي مصمم اول ما يبدي بخارطة اوتوكاد يستلمها من المهندس المعماري ومن ثم يبدي يشتغل عليها. فاحنا خلينا نفترض هالصفة فرضية الحقيقة حتى نفهم شو نسوي. خلي نروح وناخذ لنا حالة يعني خارطة كأنه احنا مستلميها من المعماري، شو راح نسوي لها، شلون نعالجها، وشلون نجيب هالملف ستاد برو. هذا اللي راح نبدي به محاضرتنا اليوم. هسه هذه على سبيل الافتراض هي خارطة لفندق متعدد الطوابق. الفندق يتكون من 12 طابق، والمعماري طبعا هسه مثل ما راح نشوف ان شاء الله بالخارطة يعني هو اللي قدام اشتغل بحيث حاول يجد حل انشائي للمبنى مالته، بمعنى انه يضع مواقع للأعمدة تكون مناسبة للمبنى مالته بدون أي مشاكل لاحقة، حتى هو يتجنب يعني التغييرات ويتجنب أي أشياء. فهو يعني خلينا نقول هو حتى يعني مو بس يعني هو مريد يساعد الإنشائي بقدر ما هو يريد يحل المشكلة أحسن ما هي، بعدين يجي الإنشائي يحكمه. خلينا نقول هو يحكم الإنشائي وليس الإنشائي يحكمه. على أي حال هو لازم توافق يصير بين الطرفين في كل الأحوال والاتفاق على موقع الأعمدة. هذه الخارطة وأكثركم شايفين يعني خرائط معمارية من تجربتكم في حياة العملية. بس هذا هو الفيرست فلور وهذا قبل الجراوند فلور. مثل ما نشوف الآن بهذه الخارطة هاي أكو مواقع أعمدة موجودة، فإذا مثل ما قلنا الآن يحاول المعماري يحل المبنى إنشائيا حتى يكون مناسب للوظيفة المعمارية للمبنى. تشوفون الخارطة الآن بها كثير من التفاصيل، يعني حتى سلام بيها يعني مثل ما نقول تايتل بوكس هنا، وبيها أبواب وبيها شبابيك وبيها أمور أخرى. هذا بصراحة بشي وضع ما نقدر نجيب الخارطة إلى الساد برو رأساً. الآن البرنامج خلوا فيه بالكم هو راح تجي خطوط، يعني مو يجي يقول والله البرنامج راح يفهم أنه هذا باب وهاي مغسلة مثلاً وهذا جدار وهاي، ما يعرف. البرنامج عبارة عن نقاط وخطوط، والنقاط هي joints أو nodes مثل ما يسميها البرنامج، والخطوط هي عبارة عن beams وmembers. هذا فقط حد علم البرنامج. لهذا هسه بنوجه هاي الخارطة للبرنامج مال ساد برو، راح تجي فد خارطة مليئة بالخطوط والنقاط والكذا، وبالتالي يكون عليك تعدل. زين، من تيجي تعدل هناك ماكو شكل، ممكن تروح تعدل تحدث تمسح تنسخ، لكن أوامر التعديل خلينا نقول هناك جدا مبسطة وبدائية قياسا لشنو؟ لأوتوكاد. أوتوكاد بي يعني إمكانيات كبيرة جدا. لهذا بصراحة من تجربتي ونصيحتي يعني لكم واليوزرية اللي يردون يستعملون هاي الصفة اللي هو نقل ملف أوتوكاد للبرنامج، إنه إحنا نجي الستركتشر نستنتجه من الأوتوكاد ونسويه على شكل خطوط ونقاط قدر الإمكان، ومن ثم وين نودي؟ بنودي إلى ستاد برو. شلون يعني؟ يعني هسه مثلا أنا هسه عندي كل كولوم، من هسه كل كولوم هو نقطة، يعني نقطة أبدي بيها. يعني من راح أجي مثلا أقول draw line، راح أبدي أرسم مثلا هسه هنا هذا النقطة، إذن هذا معناها support راح يصير عندي بالمستقبل، وأرسم خط. هذا الخط إذن شو صار؟ beam. يعني صار وين راح يصير؟ مو صار راح يصير، بس هذا برو شنو؟ عبارة عن beam member. وهكذا أرسم خطوط كأنه لاي اوت مع البيمز، وين راح تكون هذه اللاي اوت، وأفضل بالرسم هذا. وطبعا نسويها على شكل لاير، يعني انتم خبراء عشان الاوتوكاد، لكنه يعني مجرد الإضافة خلينا نقول هنا، انه الأفضل انه نسويها لاير منفصلة. ليش؟ لأنه بعدين حتى لا نتعب نمسح ونعدل كذا.
ممكن نحذف، ممكن مثل ما اسويها لاير واسميها مثلا ستراكشر. وبصراحه مو بس هذا يعني، مو عمود البرنامج بس اصلا يعني، انا هم ادز للمعماري اقول له ترى هذا اللاي اوت مالت البيم، يجوز يقول لي هذا بيم راح يطلع بنص الغرفه، ممكن تحذف لي هذا البيم، او مثلا هذا البيم مثلا تخليه بغير شكل، مثلا بغير اتجاه، بغير كذا. انه صح مواقع الاعمده هي دائما الاكثر خطرا بالتصميم المعماري، لكن حتى البيمز مثل ما احنا بعد الغرفه الان نشوف بعض البيمز طالعه بشكل مو محبب معماريا، اذا معناها حتى البيم وين راح يكون، منين طالع، من السقف، من الحائط، هذا ايضا مهم بالنسبه للمعماري، لكن اهميته اقل اكيد من مواقع الاعمده. تفضلوا، السلام عليكم. السلام. فاذا اذا اذا احنا الان وصلنا الى القضيه الاتيه، نعيد اعاده سريعه لاجل قدوم الشباب. احنا الان بدينا قاعد نتعلم شلون نجيب ملف اوتوكاد، وكانه هسه احنا الان اليوم راح نبدي شيء شبيه الحياه العمليه. الحياه العمليه اللي هي انه واحد يجي ملف اوتوكاد من معماري ومن ثم يحوله الى البرنامج ساد برو. باختصار ملف الاوتوكاد شباب تشوفون الان بالشاشه هو مليء بالابواب والشبابيك وكذا، هذا ما يشتغل يعني. هذا نوديه لساد برو على مثل ما على علاته اذا صحت العباره، راح نشوف بساد برو مجموعه كبيره من الخطوط وصعب التعامل وياها. اذا احنا راح نسوي لاي اوت مال الجسور مثل ما طبعا سويت يعني سابقا، ان هذا البناء يعني اشتغلت به بعض الشغل، وما ادري اذا واضحه عندكم شوي، اختار لون اخضر. فسويتها لاير مثل ما قلنا، وهذه اللاير الحقيقه جيت سميتها ستراكشر، وحتى شنو اميزها. وبصراحه يمكن اقدر اقول يعني بثقه انه الافضل هذه اللاير هي تنقلها الملف جديد. يعني مرات يعني بصراحه الملف مال المعماري يعني تدري هو حاذف وماسح ومشتغل عليك ورحمه الله، فلهذا انت افضل شيء. انا صرت اجيب الساد برو ما جدي، يعني اقول بصراحه يعني شيخ ابي اسبوع تقريبا هذا الشغل اشتغلته ما يجي الملف، ما اعرف ليش كل ما اجيب الملف ما يجي. فاحسن حال شو تسوي؟ هذه اللاير سويها بلوك، حتى شنو؟ كلها تطلعها من الستركشر، تلازمها فوق الستركشر اللي هو هذا الملف الاوتوكاد الاصلي. باختصار شباب بدي اعاده بس بعد اكثر اختصار، انه احنا الان قاعد نتعلم شلون نجيب ملف اوتوكاد للبرنامج. فهذا ملف اوتوكاد كانه احنا الان معماري بيعطينا اياه بنايه فندق 12 طابق، وخلت واحد من الطوابق طبعا الان هذا البلان. فمو صحيح انا اجي كله انقله للبرنامج، ليش؟ لان راح يجي مليان خطوط، بيبان وشبابيك، البرنامج ما يفهم شنو قاعد يشوف. فلهذا سويت خطوط، رسمت طبقه جديده سميتها ستراكشر، وبصراحه سويت مخطط هو هذا. هذا المخطط مثل ما تشوفوه هو مخطط بي بس الخطوط، ويتمثل هذه الخطوط طبعا ممكن تقاطعات الخطوط هي كولومات. يعني انا غيرت اللون خليه اسود فد مره، شو هم بعده مو واضح عندكم بالعارضه، ولو كان بالشاشه واضح، لكنه خليه اسود حتى زين. هو انا لا اخذ خط سخين، ايش ما يطلع سخين ما ادري. هاي ترى مو كلش خبير بالاوتوكاد يعني على فكره. هو الشيء الطبيعي على سنتر لاين، بس انت لا تدقق زايد يعني، مو الا يعني بلس ماينس 0.1 متر كذا، هذا ما ياثر بتحليل الانشائي، بس هو يفترض في يعني تيبكلي تشتغل سنتر لاينز مع الكولومز. اوكي زين، فهذه هسه اذا طبعا قاعد تشوفون هنا مستطيلات، هذا مصاعد، فتحه مصاعد. فانا مثلا هم رسمت بالاوتوكاد مستطيل حتى اذكر نفسي بروح استاد برو، حتى هنا ماكو يعني اليمنتس خلينا نقول، وهاي هنا السلالم، مجموعه السلالم. هذا الجريد مال اوتوكاد، هاي انت راسم خفيف. هذا اللي بدو خلطه فيه فعلا على قولتك شوي، بس راح الجريد اي، بس حتى هذا الخط على منقط، ليش عندكم ما ادري، هو الخط سوليد عندي هنا أنا. يعني ما ادري ايش العرض بالداتا شو يختلف. على اي حال هسه احنا الخلاصه، بس هذا مجرد اكزامبل، خلاصه شنو؟ انه البنايه المعماريه، خل ارجع الخص الكلام، هذه حولتها الى مخطط كانه لاي اوت مال الجسور مال بيمز. هذا السبب هو انهم راح انقل لستاد برو الامكانيات في ستاد برو للحذف والتعديل جدا مبسطه بالقياس للاوتوكاد. ممكن توديها هناك وهناك تعدل، بس تتعذب تطول كل شيء وايد. زين هسه اوكي، هذا الان لاي اوت. هسه طبعا انا اعرف انه الاعمده عندي بهاي النقاط، بس هذه فتحات مال درج ومال مصاعد، ما بيها اعمده بالاركان.
هذه هي هاي الأعمدة هنا، وهذا كانت ليفر. خليها مراويكم باقي الطوابق، لأن أنا شجيت بصراحة شو اشتغلت؟ اشتغلت على الطابق الأكبر اللي هو بيل كانت ليفر. خليني أسوي زوم أوت حتى شوية أسهل. طبعا الضوابط تعرفون محمد طلع كان ليفر اكو ضوابط مال خيط العمراني، وهذه الضوابط تفرض عليه انه يسوي كانت ليفر لازم من ارتفاع معين عن الرصيف. فلهذا اكثر الفنادق شو يسوون؟ يسوون مثلا بالطابق الثاني الثالث يبدون بالكانت ليفر حتى بين هاي الضوابط. بس هذا من الثاني وفوق يعني الارضي ما بي كانت ليفر، الاول ما بي كانت ليفر الا هو مثلا زائد 4 امتار كذا، ثم مثلا زائد 7 امتار يبدي الكانت ليفر اللي هو الكانت ليفر هو هذا. طبعا هسه ما مبين هنا، لكن لو نرجع الخارطه هذه ما تطبقون يعني طابق فوق طابق بالضبط، هذا اللي هو طالعنا سهدن، هاي نهايه البنايه وهذا كله كانت ليفر. هاي تكون تفهمها ليش؟ إيه راح نشوف هسه بروح استاذ برو ايش راح نسوي. واضح الفكره هسه؟ يعني بالاوتوكاد شغلنا صار واضح؟ جيد. اذا نيو بروجكت، راح افتح ملف جديد هسه اتاكد من خزن الملف وين بالتريننج. اوكي مثلا وين الفولدر مالتي مال المشروع اقصد، يعني هسه تريننج يعني هنا تريننج ستراكشر 2 بالنسبه لي، لانه هسه انا قاعد اشتغل مثال ثاني حتى بقي ذاك المثال حتى 2 هم موجود. اذا 3 خلينا ناخذ الان 3 نفس الوحدات. هم راح اروح للمكتبه، بس هالمره راح اروح للمكتبه بنيه اخرى وهي نيه جلب ملف اوتوكاد. فراسا قبل اروح امبورت كاد موديل، import كاد موديل. ها سوري اكو شيء مهم جدا ما قلته، هذا الملف شلون نخزنه؟ دي اكس اف. احسنت، شلون نخزنه دي اكس اف؟ يعني سيرفس، يعني يحتاج هذا بالضبط. يعني بعد ما اروح عليها، وبصراحه انا هم دائما احاول اخذ دي اكس اف شويه قديم مثلا 2004 كذا، خاف استاذ حتى خاف ما يتلائم، خاف يعني 30 لهي المشاكل. اوكي المكتبة إذا أين أنت؟ أوكي دي إكس إف. أي تفضل. نعم إحنا تبرين أسئلتك لك وحشة. هذا الملف إذا نقله هسا إنه ما نعد الجلوبال أكسس أكس أكس. بعدنا صور أسرع نشوف هسا مشاكل قادمة غير بعدنا هسا ما نقلنا راح نشوف شو يصير. عندنا مشكلة الوحدات، مشكلة الأكس، مشكلة الرسم. راح تجي 100 مشكلة هسا راح تلاحظها، راح أنبه عليها إن شاء الله بالشيء اللي أقدر عليه. وإن كانوا هذا يعني مرتب بس راح أنوه لهم. هسه اوكي شباب ويانا، هسه احنا اذا هذا مخزون دي اكس اف، طلع لنا راسا دي اكس اف، اجانا هذا الملف. اوكي زين، هسه اجى طالع تباوع شكله يشبه اللي انا مسويه. اوكي يعني لحد الان الامور جيده، بس راح تواجهني مشكلتين. وين تواجهني؟ تواجهني من النقله، لان هسه هنا شكله ما يبين شيء، شكله يبين انه هو طبيعي. خلينا نشوف شنو هاي المشكلتين. إذا ميرج حتى نقله يس، ما عندنا رفرنس لأنه وين ما كان ينقل، دوبليكيت أوكي دوبليكيت نوت، أجا بهالشكل. هسا أول مشكلة بين العيان إنه البناية صايرة غاز كأنه، بينما هي شنو؟ إذا أول شغلة تكون انفرها بحيث تكون يعني يكون الإكس زد هنا هو المستوي مال الفريم هذا اللي أنا بشتغله، مو هذا. فشلون راح نسوي هذا؟ هاي القضية الأولى. زين القضيه الثانيه اللي هنا انا اقولها اثنين قبل ما اشتغل، لانه هي مو على نحو الترتيب، ممكن هاي تسبق او هاي تسبق. مرات يكون المعماري راسم بحيث البنايه مالته، بحيث البنايه مالته تكون مثلا بالمليمتر من تقيس دايمنشن او بالمتر، تعرفون يعني سكيل، مستخدم سكيل معين. انت ما تعرف هو شنو السكيل مستعمله، بس انا شلون اعرف؟ من اجي هنا باش راح اسوي؟ اروح الى هاي الايقونه دايمنشن اللي سابقا اخذناها، اقول ديسبلاي يطلع لي هنا مثلا 5330 متر، اعرف ان المعماري بايش راسم سكيل بالمليمتر، او يطلع لي بدري كلش صغير مثلا مشتغل بعرف هذا نادر بس دائما يطلع كبير الرسم. شو اسوي؟ شنو الحل؟ ارجع للاوتوكاد. بس انا ما عندي هاي المشكله لانه شنو؟ 6 5 هي هاي الابعاد. حتى ممكن اتاكد، انا دائما احب اتاكد بصراحه لانه هاي قضيه يعني خطره بها مسؤوليه، اجي اقيس، اجي اقول انا لقيت 6 5 خل اشوف اكو شيء ارقام لو ماكو شيء ارقام، اقيس اي دايمنشن بالاوتوكاد، عفوا اقيس اجي
الآن أي دايمنشن بالأوتوكاد مثلا هذه منا لهنا 5.8 إذا أوكي طلع لا إنه هذا هسه الآن هناك إذا يطلع بال مثل ما قلنا بالكيلومترات الأبعاد فش أسوي أرجع على خارطتي هذه وأنتم مثل ما قلت يعني بأوتوكاد إن شاء الله خبراء بس عشان أسوي أجي أسوي سكيل كلكم تعرفون أكو أمر اللي هو هذا سكيل اللي هو يصغر ويكبر فأصغر الرسم 0.001 أقول له صغر يا ألف مرة حتى يصير بالأمثال وأودي مرة ثانية لمن لستايل برو هاي المشكلة الأولى واضحة هنا ما عندي فما راح أسويها بس واضح إنه أروح بالأوتوكاد أعدله يعني هناك ما يتعدل لا يتعدل يعني أمر سكيل ما موجود بالستايل برو لا موجود أمر سكيل أصغر الرسم ألف مرة واحد بالألف. ليش ما غير القياس بالمتر؟ وإحنا مو مشتغل بالمتر؟ لا أنا بالمتر. أستاذ برو؟ بالأوتوكاد. يعني قلت خبراء أكثر مني أوتوكاد. يعني عذروني أنا أعرف بس هاي يعني زين عرفتها الحمد لله والشكر زين. فأنا أعرف بس هاي بصراحة. أكو أي طريقة أخرى up to you. المهم أن أردنا عندكم إنه أنت أي طريقة تجيب لي أنا شقرة أمثال. أوكي زين. خلصنا هذه هاي القضية الأولى خلنا نمسح الدايمنشنز والهوسة مالتها ريموف أوكي خلصنا من الآن شنو قلنا بدنا نفر هذا نخليه بالمستوي اكس زد بالجلوبال أأشر كل الممبرز بصراحة عندنا هنا هن أكثر من ريبيت رح نأخذهم كلهم إن شاء الله يعني تبع عن يجوز اليوم هماتين نبدي به هذني تعديلات اللي على الجيومتري أكو واحد من أدهن هذا طبعا أكو ترانسليشنال ريبيت وأكو سيركولر ريبيت وأكو ميرور هذا يستنسخ ويعدل بس بثلاث طرق ترانسليشنال ريبيت هذا اللي هو يستنسخ باتجاه اكس واي زد سنستعمله بعد شويه بالطوابق سيركولر ريبيت يستنسخ بس باتجاه راديال قطري زاويه نعم يكون انطي زاويه ميرور هذا بالضبط يقلب الرسم جيد هسه احنا خلينا نبدا هذا احنا شو بدنا نسوي ريد نقلبه هو الان واقف بنقلبه هيك شيء يعني اذا نفر بزاويه قد 90 درجه اذا شو اختار له عفوا سيركولر ريبيت اوكي هو مؤشر الان خطوات الخطوه الاولى كن كلها اكتيفيتد كلها احمر قبل ما اطوب هاي واضحه زين اجي سيرد من عندي المحور احنا قلنا كل ويندو هي اسئله السؤال الاول ما هو المحور اللي يدور حوله خلينا نشوف لو افر حول واي لو افر حول اكس لو افر حول زد اختاروا حول اكس حول زد حول اكس زد لو اكس ولا هو يكون واضح عندكم بالشاشه انا هيك شيء اريد اقول به هيك لا شو ما نفس الشيء حول زد حول اكس الجواب حول اكس ليش لانه هذا هذا المحور هذا سده الشر هو ياهو هو أحسن زين إذن أكتب 90 درجة الزاوية 90 كم نسخة أردت طبعا أنا ما أردت أنسخ بصراحة أنا راح أستنسخ وأمسح الأصلية هيك طريقتي فش راح أقول واحدة إذن واحدة بس هذه السؤال الثاني أو الثالث صار بعد السؤال الرابع والمهم إنه أنت لازم تختار نقطة ارتكاز ممكن تدخل الإحداثيات وأكو هاي بصراحة طرق يعني احنا ناخذ الاسهل نكتب رقم النود مثلا احنا لا اسهل طريقه حتى ما نفكر لا برقم النود ولا احداثياتها اجي اشر هذا واختار نقطه اي نقطه بس تكون شنو مشتركه بين الاثنين يعني هذه مثلا او هذه اللي على المحور تقع اوكي شوف صار بين مختار لا على من فران يا على الواي وهو يعني ما عدلت المحور الظاهر صحيح انا خطأ صدق مو دائما فلتر اكس 1 90 و فلتر ماشي زين هسه الان صار عندي زايد اكو ذاك الواقف زايد فش اسوي هسه الزايد امسحه شلون امسح اي شيء اكو هنا ايقونه طبعا هي مطفيه هذه على شكل ديليت واو مكتوب اسمها ديليت خل اسمها مطفيه من بين يجوز خل افتحها ذني
أشرت الشيبة خلت أكد فعل أرضا مسح دمي سحت أتلقت أو دق ما أدري إحنا علم طبعاً دريت بالكيبورد دريت بالأكيد كله موجود لكنه أنا دريت اللي موجودة بالأوتوكاد دريت أوكي يس هسه صار رسم ماتي مضبوط خل أشوف خل أسوي منظور إحنا قلنا دني الصفر كله شنو مناظير منظور من الأعلى والآن شوف من القاعدة عفية المشكلة الثالثة اللي هي ما قلتها خليها مفاجأة الآن شوفوها أنا كل شيء اشتغلت أوكي لبعاد كذا بس طلعت البناية شبيهة بالعكس مقلوبة شوف البناية ما في هسه واحد راح يقول نفس الشيء بس أنا أنصحك ما تخاطر هاي المخاطرة بينما راح أنت من تجي هسه تشتغل أنت بالأساس برو هيك البناية مالتك بالأوتوكاد مثلا أو تكون ترسناية مقلوبة يعني ها كون إذا العزم تحسه منه كون سلحه فوق هاي تغلطك حياة على الصلاة فشنو الحل أحسن شيء توحيد إنه هذا الشكل اللي أمامنا هسه هنا عدل ومننا مايل إذا فوق عدل هناك بالسال برو ومن جوا مايل فميرور أحسنته أحسن طريقة شنو إنه أقلبها بالميرور أو روتيت ميو أكثر من طريقة 180 روتيت أو كذا جي أني أنا بصراحة ما أسوي اثنينات أرجع على هذاك الاستنساخ مالتي قبل ما أمسح أسوي عنده والتسعين أسويها ناقص 90 هاي هم طريقة بس أنا قلت هنا خلي حتى شنو أما يعني ما كن عدد الخيارات إحنا قلنا احتراف رفعنا مليون شعار شنو احتراف احتراف يعني وسائل متعددة ولنفس الهدف أوكي شلون راح أسوي ميرور بعد راح نسوي روتيت زاوية عرفناها خلي ندرب على الميرور شو نسوي هسا هاي أرض أقلبها هيك شوفوا شو راح أقلبها أشرتها أول شيء تبهتوا صارت حمراء كلها activated ميرور هسا نجي هم السؤال الأول حول يا مستوي هنا هسا بعد نحكي مستويات x y x z y z X Y. عافية. هذا المستوى الآن هو اللي راح نقلب عليه الرسم. فهو X Y. نختار X Y. Move لو copy. إحنا شنو مرار ونفسح الأصلي رأساً. هذا شوي يختلف بالمرار. يلغي رأساً. لكن copy يعني يستنسخ يبقى الأصل. إذا move وخر الأصل. ونختار نقطة بالضبط مشتركة. خلنا نختار أي نقطة منها مشتركة ونشوف شو يصير. خلاص وان كليك كل الأمور استقامت إذا أجل ملف هسه انتهينا من خطوة أجل ملف من أوتوكاد لسال برو أكو أسئلة مش عجب ما أكو أسئلة شو أي لأنه شوية متأخرين إجوا جماعة خلي سايد فيو هذا عزام أترك صاعد يعني مو مستوي واحد ما يجوز انت عندك ملف اوتوكاد يعني منين لك انت سويت ملف اوتوكاد يعني شوفوا ترى مشاكل رسم الاوتوكاد دائما تنعكس وين راح اقول لكم واحده من عندي زين جعفر ساني جعفر مفروض ساني وتذكرت انه مثلا مرات اجيب ملف ما يجي هسه راح تشوفون راح هواي يجيب ما يجي ملف اوتوكاد ما يجي انتبهت بلوك ما يجي لا بلوك قصدي بلوك من اوتوكاد يعني انت مسوي قافلة بلوك ما يجي الا تفجره ماكو تفجر البلوك الا تفجر البلوك يلا يجي هم تضل تطلع عيونك كلها انت ما تجرب ترايل اند ايرور ماكو لا نشوفها بعدين يعني بصراحه هي دائما انا اقول اللي يتعامل ويا برامج الكمبيوتر اهم صفه يتميز بها يكون الصبر هو يعني وأكون شيء قاعدة نخبة صراحة تعرفوها يعني أكيد قصة الشباب يعرفوها لا تعاند ويا الكمبيوتر لأن إذا قفل بس شو تسوي تعوفه تطفي تروح ترتاح تروح أنا دائما أقسم الطلبة الأشرف عليهم يشتغلون يعني على الكمبيوتر بروجرامز وسوفتويرات معقدة أقول له يعني لك الحزاي شوف نفسك أنت تعبت وكذا الكمبيوتر أنا تعب اترك راح تجي ورا شويه يجوز او ورا مده حتى ورا يوم اسبوع ريلاكس لك وللكمبيوتر تبدا تلقى الحلول بشكل سهل لان كل ما تعاند زايد كل ما تصير الصوره مشوشه اكثر هسه اوكي
ما عدنا شيء. اوكي هسه نجي الان شلون نتاكد يعني احنا هيك رسمنا مضبوط بالاوتوكاد خطوط ونقاط وما ادري شنو تجي مثل ما هسه راح نشوف. شوف شو اسوي انا عاده، اقول انا شريد اريد نقاط وتربط بين الخطوط نقاط، يعني ما اريد نقاط دوبليكيتد وحده فوق الاخ، ولا اريد مثلا خطوط اكثر من خط مثلا جاي ومستقيم بنفس الكذا. هسه شلون اعرف هذا الشيء؟ اخذ توب فيو حتى منظر مرتاح بياني، اروح الى سيمبلز اند ليبلز، هذه اقول له الان طلع لي النوت بوينتس اسوي تك عليها، وطلع لي النود نمبرز هم اسوي تك عليها، واذا يعجبكم بعد طلع لي البيم نمبرز. هاي شو تفيدني؟ شوفوا شو تفيدني. هسه ما ادري الصوره جزء مو واضحه عندكم، هنا هذا الرقم قاعد تريدون تقروه، خل ازوم عليه. هاي من قراه فنك تقرا انا هم اقدر اقرا حتى هنا ما ازوم من قرا. ليش؟ هنا عباره عن رقمين مثلا واحد فوق الاخر، فلي قدام انا اعرف انه عندي مشكله هنا أنا. نودات طابقه شيء، فايش راح اسوي؟ مثلا اجي هسه هذا هو منبر واحد يعني رقم واحد، وهذا هم منبر واحد هم رقم واحد، وهذا هم منبر واحد رقم واحد. ليش هاي بخاطر الله مو نقطه واحده؟ معناها بلشت بالاوتوكاد ما قاعد تلتقي المنبر، يعني هذا ينتهي بنقطه يجوز وهذا ينتهي بنقطه، وهذا يعني اكو فراغات بيناتهم. اللي طبعا بالاطعم من جهه تدري يعني مرات واحد من يجي وقاعد ترسم على خارطه معماريه اكو هاي شيء يسموه مثلا سناب تو يعني بيبر نيكولاكا، تجي مثلا طخت لك بنص العمود شو اللخه ماكو حساسيه يعني صعب، انت ما تدق راح تعدل اول وثاني يعني تهتم هالقد بالاوتوكاد. يعني ناس راح تجي هنا بسهوله، شوف ايش راح اسوي حتى اعدل، لان ما دام هسه خطوط النقاط ولا هذه هاي تعديل هنا بسيط. شوف ايش راح اسوي، راح اجي هسه هنا اقول زين اوكي خلي امسح واحد بعدها طابقه واحده فوق الاخر، بعد راح امسح الثاني طبعا كيفي امسح على التعيين، بس شنو كون دير بالك ما تمسح الخط بحيث هو اكو نقطه بعيده هي الوحيده مربوطه بهذا الخط، لان تروح لك النقطه واحنا ما عاولنا شنو نجيب النقطه، وان كان نقدر نسوي كوبي نود وكذا لكنه للسهوله. عفوا اعيد اعيد اوكي جيد. احنا شو نسوي هسه؟ فرضا مثلا هسه كل النقاط اوكي، فرضا عندي منبر هنا مربوط، اذا اكو نقطه هنا من امسح هذا المنبر راحت، بينما اشوف هسه من مساحه هذا المنبر اكو منا ومنا، صح هي مو مالته بقت نقطه مجاوره كلش لازقه بيها خلينا نقول، مين انا اريد واحده، انا هدفي الان شنو؟ اريد هنا في التقاء المنبر في الثلاثه شكو؟ نقطة واحدة فقط. اوكي امسح هذا. هسه ما ادري انت مع اسف شوي الصورة مو واضحة، بس عندي طلع رقم واضح ايش مكتوب؟ 52 كان فوقها فد رقمين ثلاثة. اوكي هسه شنو؟ رجع لي مساحته مو تمام، فايش راح اسوي؟ اروح الى هذا الامر، هذا الامر هو اللي يضيف بيم بيم واحد واحد، فاجي اقول اد بيم زين اباوح خفايا من اثنين، لا هي 48 مكتوبه اذا وحده، بس الان صار بيم حلو الى رقم واحد مربوط بين نقطتين والنقطتين ارقام واضحه، وهذا بيم لاخ. يعني هذا تصريح للاوتوكاد، تصريح للاوتوكاد لابد منه، اعاده الترتيب احسن، بس ما ادري هسه مثلا اجي اشوف مثلا هذا هسه بيم 45 ما بين نوت 35 ونوت 38 كل مشكله ماكو. يعني الدكتور وضعه طلع برسم الاوتوكاد برسم الاوتوكاد إيه؟ بالضبط غير رسم الاوتوكاد افضل الاوتوكاد بين المناطق المنطقيه اوصل لك بعد. انا قلت انتم خبراء لا اكو طريقه راح تجينا جاهز على الهواء يا ريت والله. زين الوقت لا يتسع هم اتعلم منه والله ان شاء الله يجوز لاحقا اسالكم. زين هسه اوكي واضحه؟ طبعا اكو هنا هم نقاط طابقه اكو هنا، ذني لازم كلهم نصلحهم. ذني لازم شنو؟ كلهم نصلحهم وتسويهم قبل ما تروح، انا ما اقعد اسوي كل شيء لانه راح استهلك الساعتين كلها بهاي العمليه، بس سويتها مره واحده. طابق عندك كمل هسه، شنو كمل؟
كما البحث صار بنقاط وخطوط تربط بين النقاط بلا اي مشاكل. اوكي يعني الارقام هذه ارقام البين بصار بنص الخط، هاي ارقام النود. هذا الرقم مال بين منو حاطه بالوتر كارد نفسه؟ لا انا هسه قلت له هسه راح اروح بالضبط ليبلز. شوف قلت له نود بوينت ونود نمبر وبيم نمبر اشرتهم تك. واخر هسه شوف راح ارجع مثل الاصل. البيم ما له خلصت شغلتي ولا له تفاصيل. شلون البيم حاليا ما له بعد ولا تفاصيل؟ هسه هذا كل شغلنا ضمن خطوه اسمها شنو؟ تعريف الجيومتري. تعريف الجيومتري اللي كان سابقا من المكتبه جبناه راسا خطوه صغيره، وبالحق لها في الحياه العمليه هي اطول خطوه تعريف الجيومتري. من هسه خلصنا هذا البيم لاي اوت، شنو ورانا هسه الان؟ يكون ورانا نسوي البليت. بس انا بتقديري الافضل ان نسوي لنا طابق لاخ قبل ما ننسى مكانات الاعمده. لأن هسه مو كل النقاط بها أعمدة، فش نسوي؟ نسوي طابق لاخ بمكانات الأعمدة على سبيل الاحتياط، ومن ثم نرجع نسوي بليت بالمش مثل ما سرح أراويكم. هسه طبعا الملف بيه مشاكل، راح أنا أقول يعني خلينا نقول شو راح نسوي، يعني ما راح أكمل قصدي الملف لأن بيه شغل. أوكي يحتاج كم ساعة؟ زين الأعمدة وين مكاناتها؟ خلي أجي أبارع، ممكن هسه هنا أنا خلي يعني منظور أو كذا ارجع الخارطه المعماريه. هاي النقطه هاي النقطه هاي النقطه، تنذني اربع نقاط بهن اعمده، ثم اربعه هم بهن اعمده، ثم كذا هيك بهالشكل. هسه هذا مثال معماري محدد، ما محدد المعماري انت كون شو مسوي؟ انت تخليهن على الخارطه المعماريه ودزن برساله ايميل او قاعد يمك المعماري بالمكتب وتراويه اياه ويوافق عليه او يعدل لك بهن ذني كذا، يا هاي القضيه تكمل وتصير هيك. يلا وين تروح استاذ برو؟ انا ارجوكم بالضبط. يعني هاي ترى الخطوه سويناها، يعني اذا كان المعماري ما خال اماكن اعمده، انت اللي قدام تكون انت تقترح مكانات اعمده وتجزها للمعماري مثلا في كثير من الشغلات شو نسوي، والمعماري وافق او ما يوافق او تجتمع به ويصير نقاش، هاي تكمل ويصير مصادقه من المعماري على مكانات الاعمده، يلا تروح استاذ برو. لا مو شرط، يعني بصوره عامه مو هتدري هاي وين المشكله. المشكله هي ترى المشكله اصعب ما بين الطوابق، يعني طوابق من تختلف عفوا اذا تسمحوا لي بس نعم شو كان سؤالك استاذ اكرم عفوا قبل شويه؟ مو سؤال بس ملاحظة التقاء على جسرين انه لازم طعمه، فتقيت له ما طعمه للطوابق تختلف. ايه انت ما يخالف هاي انحلت بهالطابق، التقاء جسرين وصار عمود والحمد لله جسرين هماتين بحيطان وكذا، لكن تجي طابق لاخر مثلا يطلع لك بنص غرفه، يطلع لك بنص مثلا قاعه مال المحاضرات، مثلا طابق لاخر بارك مال سيارات. فبصراحه هذا هو الصعب، انه الاعمده شلون تجي تخليها كل الطوابق في نفس المكان، ما تقدر تتغيرها. وأصلاً بالعكس يعني بصراحة همتين، يعني أنا أقول لكم في البناية لو خزن غير هاي هم بناية يعني استثمار كربلة، أول ثلاث طوابق مول وبعدين سبعة ما أدري قد ستة من سبعة فندق. زين إجا المعماري قال إحنا خلينا نشتغل على الفندق والمول إيش ما يطلع خلي يطلع. زين اشتغلنا على الفندق باعتبار شنو الفندق أصعب، لأنه مول يعني تقطيع جزء مفتوح ما بي محلات فيها عبارة عن ميوزة وكرائع، مو شيء بالمول مو دائما أكو حيطان مثل وير هاوس مثل وير هاوس وكذا، لكنهم جينا اشتغلنا فنزلنا بالمول هم أثنين صارت طلع في عمود مثلا قبال المصاعد عمود بدر وين محل بخرب لك محل وشي، يعني خلاص لازم شو نسوي نغير مكان العمود راح يخربط الشقق الفندقية اللي فوقه. فهي دائما بصراحة أصعب نقطة. هذا العمل مثل ما قلنا هذا ما له علاقة بستالبرو، هذا اللي قدام انت تخلصه. لهذا هذا على نسميه قرار انشائي او ستراكشر شلون شكله الجيومتري، انت اللي قدام ويا المعماري تحل هاي المساله. تجي الان جاهز لمن؟ ما جيت جاهز انت راح تتعب. يعني راح تكمل وتحلل الجزء وتصمم يقول لك ها غير لي هذا العمود. تخيل ثمن مخلص وعمود غير مكانه. صح هي مو يعني عمليه كلش مستحيله لكنه ترجعك الى مربع الاول يجوز.
المعماري يعني المعماري شو يريد من عندك؟ يريد من عندك مواقع ثابته للاعمده وابعاد الاعمده. هو موقع حكومي فاذا تبغى على موقع الاعمده لا ما له علاقه. لا 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 انت المعمار يستلم منك اوتوكاد كله، حتى تخراتك يعني انشاء تسوي شنو كله اوتوكاد. اوكي جيد سلطان، اسئله حلوه للمستقبل حياه العمليه. اوكي فاذا نستنجي قلنا كمان سماع الجيومتري حال ما بين الاطراف الهندسيه المختلفه وما بي اشكال وكان الله يحب المحسنين. انتهت المساله، جيت هنا قاعد تشتغل، قلنا تسوي الاعمده. فتذكروا وين قلنا هاي الاربع نقاط شنو؟ كلها بأعمدة وذنها ما أعمدة وذنها. يعني تعذروني لأنه هذه هسه هنا هم ما هي إشكال، خلاص صلحها هسه، هذه سهلة لأن هو منبر واحد بس خليها يعني سيقوشون. عرفت طبعا عرفت من خلال رقم النود، كان هم كطابق واحد فوق الله أرقام، هسه الآن صار رقم واحد. آد بيم هذا شوفوا بالركون يضيف بيم بيم وجيت ربطت بيم، صار هسه النقاط أقدر أقراهن. خلي هي بالك كنت تقدر تقراهن، من ما تقدر ولو كو واحد قرأها قبل شوية بأنه 4-5 نقاط 51-52-48-47. أوكي كل هنين قرأ شوان راح أجي أحفظ مذني أعمدة. شوف إيش راح أسوي، أجي أسوي الكيرسر نود، سويت نود أأشرهم كلهم فعلتهم باللون الأحمر كوبي. لا ما أستيب باي أستيب مكواي نقاط ما أقدر أحصل كل هالويندوز، فدائما أمشي على كده. شنو سويت؟ كوبي. انتبهتوا؟ كوبي. هاي تلقى هسه شوف أنا سويت كوبي قبل شوي. بيست نودز. كوبي بيست عادي. مثل أي كمبيوتر بروجرام. بيست نود. هالسبع يقولي وين تلصق هاي النقاط اللي تستنسختهن؟ أنا هذا الطابق اللي بيه كان ليه فرت نسون. فراح أستنسخ أما للأعلى أو للأسفل. كيف؟ ماكو فرق أبدا. خل أقول للأسفل. اسمحوا لي. بس هيك على التعيين. اذا اكس واي زد، اذا انزل واي ارتفاع الطابق 3 امتار مثلا، خلينا نفرض ماينس 3 ماينس 3. طبعا بس الارضي محمد جعفر يكون بالدائن عالي، لان ارضي بي لوبي وبكذا فدائما يعلو. مرات حتى يسوون الارضي من كثر ما مثلا يسوي 5 امتار يخلون بيه في الشيء يسموه ميزنن، اذا سامعين او مثلا بالفنادق مثلاً هو نص طابق أو ميديوم أو كذا، مثلاً يخلون بي مثلاً مطعم أو يخلون بي مثلاً ريسبشن جوا دائماً، بس قصدي هذا طابق وسطاني إيه مثلاً بي في الفانكشن اللي قريبة على البرة يعني مثلاً مطعم شو شو احتفالات كذا مكان لقاء لوبي. أوكي شنو سوينا؟ استنسخنا بعد المفاعلات جيد، خلا بروح النقاط يمكن ما بينه بعدين يطلع عن جوا كنترول. الآن كنترول وحاول يعني ما عندي ماوس يلا راح اسوي انت فين طفن القديمات. اوكي هذني ليش اقول يعني بهالشكل؟ لانه ممكن تفعلهم كلهم باللون الاحمر ثمانيتهن النقاط، حتى ممكن تربطهم بعمده بامر واحد، وحتى ممكن تاد بيم وضيف بيم بيم، بس بتكون البنايه واي بيها اعمله 50 عمود مثلا، يعني 50 مره تسوي العمليه ممله. وعسى سويت فعلتهم ثمانيتهم بيناتهم أربعة جواهن أربعة. محمد علم أمر جديد، قاعد يشوفون قاعد أنوع بالأوامر حتى شنو يعني بعدين ترى أوامر هم يعني تتلاعب بها بشكل ثاني. جيومتري كونكت بيمز ألونج هذا الأمر. إذا رحت بالمنو جيومتري أربط بيمز ألونج يا محور هسه نحكي كله جلوبال كل كولومات محور واي، إذن ألونج واي. شوف يقول لي مر فور ممبرز ار كرييتد جيد انضاف أربعة رأس. كنا بس مجرد خطوط، هو هذا خطوة ممبر يعني هو ممبر بيم إليمنت ويسن هو خلاص يعني إيه ممبر إليمنت بيم إليمنت عمود هو بالنسبة لنا عمود. او دكتور استخدم هذا الامر ما تبارك العمل عشان اضافه شلون تستخدم في ممكن قلنا بس عامله هوايه مزعجه العمليه. زين سؤال. اي تفضل. هنا بالعكس انا بدي اسال. عندي مكانات السلاح. اي. انا ما دخلت هنا عمليه ادخل شلون نكتب هالبرنامج؟ بليت اليمنت. هسه راويك اني هو الملف راح تشوف اني خال
كان هسه يعني لا انا طبعا انا اسوي اجراء حراويكم، فطلع الملف اللي يعني خلينا نقول النهائي اللي اشتغلت عليه بجيومتري حتى نشوف هاي الاشياء، لان ما راح اقدر اسوي طبعا كل الاوامر تاخذ وقت مثل ما قلت، وحتى اراويكم شلون سوينا هاي الامور. وطبعا سابقا سالته انه احنا من نربط البليت اليمنت راح نجي بانل بانل، شوفوا هسه قاعد تشوفون واحد بعوجاج، واحد كذا، واحد مربع، واحد فلازم واحد واحد، واضح. بس شنو احنا هنا راح نسوي له طابق واحد، ثم شنو نسوي؟ كوبي. راح نتعلم الترانزليشنال كوبي اللي هو استنساخ باتجاه واي واكس وزد. اوكي، خلي اذا نشوف الملف شلون شكله النهائي. هذا هو الملف النهائي. زين، خلينا نبوع من فوق حتى على الاقل شويه نفتهم ايش دا يصير. هذا اسمه فوق ضمن بعض بالضبط. هاي نفس البناية بالضبط، بس خلصت البناية انتهت. بعد ما خلص الجيومتري شلون سوينا هالخطوات؟ صفينا أول شيء الطابق نقاط وخطوط. الأعمدة نزلنا أعمدة لطابق واحد، لأن بعدين كله يصير كوبي. عم يصير كله سهل كوبي. والسؤال المهم اللي سأل محمد حسن العفو اللي هو شلون يعني نعين الوول مع المصعد؟ وقال شير وول، وعندي مصطلح هندسي خلي استعمل مصطلحات شوي معروف للكل. المصعد هسه مبين مكان المصعد وين من الشكل هنا؟ هذا شلون عرفت سلطان؟ هذا سبورتات، هذه لان هذه باع سبورتات. بس مره هم مثل ما سالني على الحائط، شلون مثل الحائط؟ الحائط اقصد البيرنج وول، الحائط اللي يشيل ثقل، كل نقاطها هي شنو؟ لانه جوا شنو اساس مستمر ب 50 نقطة 50 سبورت اخلي. فمبين هسه زين اشو ثلاث جهات. طبعا اكو جهة بباب المصاعد. انا سويت المش مو المش بالضبط. فهو قصدي المش حتى من ينعم يخشن انت كله سوي سبورت، بس بالجهات اللي ما بيها باب كنت انتبه الوول وين مكانه. اوكي هسه خل اراويكم. سال استاذ حسن قبل شوية عن شلون نسوي وول. أنا أقدر أراويكم الوول، هيك شيء ما أقدر أراويكم، هيك شيء من أنا شوفون شيء. قبل شوية واحد شاف ثلاث نقاط ما يقدر يشوف ذني زرقاء اليمامة أزرق اليمامة، هيك شيء هم ما تبين. إذا لازم حل. إذا هنا أنا راح نتعلم أمر من أهم الأوامر قلت لكم عليه سابقا اسمه cut section. شو نقطع مقطع؟ أوكي الأمر هو هذا، هو حتى مرسوم مثل section cut section فوق. زين طبعا هم بطرق كثيره شلون تسوي، راح اعلمكم اسهل الطرق اللي عن طريق ويندو. انت تجيب ويندو تحصر بها جزء من البنايه مالتك، الكل يلغي يبقى شنو المحصور بداخل الويندو. بس هو يبين بالمناسبه هنا هو ايش راح يسوي؟ ما راح يمسح، راح يطلع لك المنظر فقط للجزء اللي انت تبي تشوفه، والبقيه موجود بس ما طالع. يعني لا تخاف اذا اختفى الشيء من الشاشه. اوكي دست الايقونه فتحت ويندو. طبعا ديجنا يسالني شلون تقدر تقص لك السكشن محور كذا محور كيت ارجوك لا تقرا اي شيء مكتوب، سوي شيء واحد بس. سكشن تو فيو اختار. سكشن تو فيو طلعت لك مجموعه من الاوامر، ارجوك لا تقرا اي شيء. لا اوكي بس قلنا أسهل شيء. زين إذا رحنا على الثالثة وأوكي بس لا سوي غير شيء تقدر سوي وأنت مغمض. هسه شنو انتبه إنه أنت الويندو مالتك راح تحصرها كون الشيء تريده. راح راح الشغل كله. زين أوكي هسه شلون أجي أسوي آيزو؟ زين طلعت شبه الشكل بس المصاعد احسنت محمد. هسه اجي أرد هم اكثر اباوع الربط صحيح لا كذا عفوا ايه هاي الطريقه اتبعوها هناك بدبي بعض المشاريع. نعم قاموا يشتغلون بس الشمس مال المصعد. تقصد بالتنفيذ تحكي هسه بالتنفيذ؟ اوكي اشتغلوا بس الشمس مال المصعد، يشوف الابراج عباره عن بس شمس مصعد صح. ثاني طلعوا دوامات ويشتغلون يروحون. طبعا ليش ابو هاشم؟ لانه بصراحه نحكي عن ابنيه اكثر من 20 طابق، هذه الاجزاء هي راح تصير اهم اجزاء بالبنايه. حتى بصراحه يعني نقرا بعض العمود الفقري للبنايه.
شلون يصير الانسان بيع عمود فقري الان؟ هذا هم العمود الفقري. كان شوف ابحاث كثيره وين شنو وين مكانها المصاعد، احسن شيء بالاركان يعني قول معماري عنده مكان للمصاعد، بس الانشائيين قام يبحثون وين يخلون هذا البوكس. بعضهم حتى الدرج كله كان يحتاجه، سوي الدرج بوكس كونكريتي، هو طبعا بالشكل العادي نسوي ما نحتاجه الا اللهم جزء من المستشفيات بالكذا على مود العزل والتعقيم والكذا، يصير البوكس مال الدرج كونكريتي لها كل قوه. فيجي انا اقول لك والله هذا عمود فقري واحد بنايه كبيره ما يكفي، وينكم مجموعه ادرج؟ سويها راسا بوكس كونكريتي عباره عن جدران كونكريتي، ماكو لا درج ولا ما ادري شنو، انا اسوي له حيطان كونكريتي. هل اتجاهه هل اتجاه بعض يقول حرف ال زين، لا تنسى انت عندك تو دايركشنز، بس مو اللي ياثر منهم الجيومتري مال البنايه، بنايه ضعيفه من جهه طويله من جهه مثلا، فشنو معناها؟ معناها هذه ممكن تنقلب بالاتجاه مثلا نحيف او كذا او شكلها معين الان مثلث او كذا، بس قامت الابيه تفتر وما اعرف ايش مشبيه ملويه اي. فكل هذا يحتاج الى بصراحه دراسه. هو شنو قلنا المعيار للدرفت؟ تذكرون هاي الكلمه قلناها في يوم ما، درفت ازاحه جانبيه للدرفت، يبقى الدرفت تكون في حدود المسموح به الازاحه الجانبيه، فشلون تقويها بهذا الشكل؟ نعم، نرجع هذا موضوعنا. هسه انا هذا بعيد بدا اشوف شيء، ايش اسوي؟ هذني انواع من الزوم بصراحه، دايناميك زوم، وهذا اللي هو يرجع الشكل الاصلي، وزائد وناقص، وهذا كله كلكم تعرفون هاي، يمكن ما ادري انتم مثلي او لا، انا احب الويندو الزوم ويندو، يعني قصدي زوم بالويندو بالويندو، يعني شنو؟ لانه من اجي انا ارد هذا خلص، يعني ويندو من تكون كبيره الزوم قليل، من تكون صغيره الويندو يعني هكذا قربت، مو كافي مثلا هم ويندو لخ مثلا اجي اقرب اكثر حتى اشوف زين. هسه نرجع للسؤال استاذ حسن اللي ساله، هو سؤال مهم. استاذ فؤاد الحمد لله على السلامه، على السلامه. هذا ايش قال استاذ حسن؟ قال شلون يفتهم البرنامج اكو واو؟ انا اسي السؤال انا ترى بس ده هي للسؤال لان ما بين راسه الان من انا اشوف ايش راسم هذا الجزء هو شيء مثل هذا الاليمنت، يعني قصدي بالسقف جاوبت زين هو سقف مثل شنو؟ سقف، يعني هذا ماكو. طيب خير الحمد لله على السلامه. اذا هذا ماكو، فانا ايش سويت هسه؟ معناها اكو خطوه لخ ايش سويت؟ رجعت ربطت بليت اليمنت بس بالاتجاه العمودي، فراح يصير هذا الاليمنت يشتغل وول، وهذا الاليمنت يشتغل سلاب. يعني وضعيه الاليمنت هو صح كله بليت اليمنت، بس وضعيه الاليمنت بالنسبه لللود هو البرنامج راح يعرف انه هذا وول وذاك شنو سلاب. تذكرون من مره حماتين تكلمت على اتجاه الاليمنت واللود هو اللي يحدد اسم المنبر، من يتذكر شيء عن هاي؟ طلع القلم حتى ارسم لكم. يعني شو وقت يكون ريتيننج وول، شو وقت هاي تذكروا؟ مو تمام؟ يعني هذه شويه للتذكير، جت هنا مناسبتها شويه للتذكير. هذا اليمنت الان اليمنت لا على التعيين. الان من اقول هيك اللود باوع هذا الاليمنت وباوع هذا الاليمنت، هذا الاليمنت وهذا اللود، لان يتشابهون بس واحد عمودي واحد افقي، احنا ناخذ فتشي يعني بحيث واضح. بس اللي على اليمين شو اسمه؟ وول، بس حاف محمد جعفر اسمك مركب ريتيننج وول اسمه مركب ريتيننج وول. ليش صار اسمه ريتيننج وول؟ لانه هو عمودي المفروض يشيل اللود بغير شكل، لكنه سند حمل جانبي صح. هذا شو اسمه اللي على اليسار؟ سلاب. لا سلاب خلينا شوي شوي ويانا على كيفك زين. اوكي هسه نفس الوول الان سوري نفس البليت اليمنت او نفس الوول، اوكي صحيح العباره، انا عمودي قصدي، لكن اللود هذا يسموه اني بلين، هذاك يصيحوا له اوت اوف بلين، هذا اني بلين في مستوي الوول. شنو اسمه المركب الكامل؟ بيرنج وول. اكزاكتلي exactly.
bearing wall. بقى خير واحد هم wall بس اللود هم in a plane بس مو هالشي جانبي. سميتها ابو هاشم قبل شوية شير wall. طبعا انا اكيد احنا مو هدفنا قاعد هذا مولود جديد وقاعد نسميه محمد وعباس وقاسم، لا شنو هدفنا بهاي الاسماء؟ التصرف وشلون راح نصممه؟ اسح تصرف همتين هو يعني خلينا نقول خطوه على الطريق، لكنه احنا مطلوب من عندنا شنو؟ نصممه. شباب هاي الاشياء كلها اللي قلتها الان اربعتها، هذه اربعتها الان خليها بالصوره، هي كلها بالبرنامج، كلها بالبرنامج بليت اليمنت. عفوا بقى هسه اللود هو البرنامج، من راح يجي اللود على بليت اليمنت؟ هو البليت اليمنت راح يتصرف بالطريقه اللي تلائم اللود بالنسبه له. يعني هسه هذا الاليمنت الان الفوق الفوقاني اللود جاي عليه هيك عمودي، فاذا هذا شنو يصير؟ سلاب. زين خليني بهالشكل، خلي يمكن شوية حتى أنا نقدر نشخبط اللود. هيك صاير dead load ولايف لود. إذا هذا شو اشتغل؟ سلاب. هذا مربوط به هذا عمودي، فاللود راح ينتقل راح يجي هنا بهالشكل يصير بيرينج وول. البناية 12 طابق بها راح يصير رياح وما أدري شنو وكذا وزلازل، فراح يجيها لود منين؟ فنفسه راح يصير هو بيرينج وول وهو شير وول. وحنقول تروح تفتح كتب وتقرا شلون يصممون هذه الاشياء، شيء حديد المينيمم كذا، شابترز شابتر بالكود اسمه وول، شابتر اسمه سلاب، وشابتر يحسب لودز التصميم. البرنامج هو هم يصمم، هم يصمم. انا بصراحه قلت لك ما اصمم بيه يعني، فلهذا بي تصميم هو. والدوره الثانيه اذا صارت ان شاء الله هم عليكم شلون يصمم، بس انه شلون راح يصمم ومدى موثوقيته لا ما اقدر اقول لا اي ولا لا. انا ما اعتمد عليه بصراحه. اسس هم يصمم بيسا فاونديشن، لا شلون السيف هم يصمم، كلهم يصممون حقيقه، لكنه مثل ما قلت ما عندي تجربه بصراحه، لان انا افضل دائما هاند كالكوليشنز بالتصميم لانه سهل. عفوا القوه ترى هي المشكله يعني، يعني ان شاء الله تشوفون صحيح مرات يعني الان عدد بي اي ام هسه قلنا هذا البي موحد، هذا موضوع ثاني بكلام اخر، لكنه بشكل التقليدي راح تشوفون انه خطوات التصميم قياسا للتحليل جدا بسيطه وسريعه وقليله يعني راسا تب. بس القوى مو شلون نطلعها الان. احنا اكو شيء مهم هذه منتبهين له، لا احنا جينا فرضنا ابعاد لكل الستركتشر ولا زلنا هاي الابعاد نوت كونفيرمد بشكل فاينل. مين يقول البيم يشتغل 50؟ مين يقول هذا الجدار مال المصعد يشتغل سمك 20 مدري 25؟ مين يقول كذا؟ شنو المحددات؟ هذه مو بالبرنامج، هذه وين موجوده؟ موجوده بالتصميم بالكودات. لهذا احنا بصراحه من نعلم على التصميم شو نقول دائما؟ نقول اول خطوه روح سوي كونفرميشن. ما اخفيكم سر، اصلا ديفلكشن هو اول شيء نشيك، لان ديفلكشن اذا ما شيك ما له غير انه نزود الابعاد. الديفلكشن ما ينحل مثل حل مشكلته بحديد تسليح، يعني ماكو غير انه تزود او تغير الجيومتري او تخلي عمود ما شاء الله اكو عمود، يعني قرارات خطيره بصراحه. هم مثل ما قلنا ترجعك لوين؟ للمربع الاول. هذا احنا دائما نقول يعني للخريجين، انا اسف من شبابنا، انه نقول مثلا احنا ناخذ الموضوع هذا مال الدفلكشن ناخذه بشكل جدا مبسط، ويمكن نهايه السنه بصف الثالث وما ادري شنو مساله صغيره نحل عليه. بس بالتصميم الحياه العمليه هو الخطوه الاولى، هو الاساس، اللي هو الاساس. ولو تنسف لك الشغل لو كذا يعني قاعد تشوفون. هذا نقول لغه الدوره يعني المهندسين تختلف عن لغه الدوره التدريس مثلا او لغه المحاضره بالتدريس. اوكي واضحه الفكره هسه؟ نعم اي نعم نعم اوكي. بالنسبه للنشاط الجدار الجدار اوكي انه انا ارسم الطوابق كلها
واستخدم نفس الامر مثل لا انا ممكن اسوي طابق واسوي كوبي، بس بصراحه انا هلا ما فيك سر الابعاد من تكون مو مضبوطه، يعني الحد يعني مثلا هسه الابعاد شفتها 6.321 مش ذكر ارقام يعني هملها البرنامج، حاول تيجي ترسم مش شويه البيم ما تجي نقطه قبال نقطه. فايش راح تسوي؟ تيجي ترسم وتروح تقول له طلع لي النود نمبر، تلقاها انها تجي واحده فوق الاخ، تقوم تمسح واحده واحده وتعدل. ليش ثاني لو اقعد اشتغل بيها لفد اربع ساعات هسه قدامكم اقعد اعدل وارسم، لانه الخارطه المعماريه بصراحه بها كسور. خلي اراويكم يعني جزء على الاقل معماري، هم هذا مخطط اولي له. شوفوا السهوه مكتوب 5.81 جزء قرب جزء 5.096 زين. هذا من تجي بالبرنامج ما تجي النقاط، يعني تقسمت مثلا خمسه اليمنت انه تقسم على خمسه ما تنضبط، فتتعب انت. بينما هذا البعد لو مثلا سته اكزاكتلي سته وجا البرنامج سته، لا العمليه انا اقول لك سهله، سو واحد واستنسخ. بس اعلمكم طوز التشيك هسه اعلمكم طبعا. يعني بناء الجدران الحامله الطابقيه نفس هاي السبورت نفس هذا هسه الوول نفس هذا الوول. بس شنو هنا هذا نقطه اسمح لي اكرم ممتاز جدا شوي خلي نحكي بها. هذا سؤال مهم شباب وهم يعني سالتوه قلت لكم راح لاحقا نحكي عليه، اللي هو السلاب والوول شلون مربوطين هسه السلاب والوول؟ قلنا كل نقطه شو تمثل الربط شنو؟ ثاني مصطلح جوينت وهم اسم مركب ريجيد جوينت اكزاكتلي ريجيد جوينت. شنو يعني ريجيد جوينت؟ يعني لو كان هذا الحائط من طابوق والسلاب من كونكريت تصير هاي الجوينت؟ ما تصير، مع الاسف اكرم ما تصير، لانه يعني معناها التمثيل ما راح نقطتين وحده تشمل له. لا يعني شو راح نسوي؟ شو راح نسوي؟ شنو الحل؟ انا شو اسوي؟ لا انا شو اسوي؟ اجي حائط هذا امسحه واخلي هنجات هنا. هسه واحد يقول ليش هنجات؟ اقول لانه البيرنج وول ما يقدر يمنع دوران الكونكريت سلاب. This is concrete slab. And this is bearing wall from brick, from masonry. كل ما هنالك الكونكريت قاعد وين؟ على الطابق. تعال شلون تخلي هذا الحائط يمنع دوران هذا السلاب؟ ما يقدر. فأحسن تمثيل سوري يقدر يمنع حركته العمودية هاي؟ يقدر، لأنه ما يقدر هذا حائط قوي ما ينضغط. إذا هذا أحسن تمثيل إلى شنو؟ الهنج. سواء واحد راح يقول رولر لأنه حركة أفقية، لا لأنه ما عندنا لود أفقي، ما نفكر بهاي القضية. لوداتنا شنو كذا تصير؟ عمودية مثلا بالبيوت بالأبنية الناس يعني لو رايز بولدينغز. إذا شنو أحسن تمثيل؟ هنج. شوف أنا هذا الحكي كل شنو معناه؟ معناه أنت شو تفهم السلوك الحقيقي للمبنى الحقيقي وتروح تمثله وين؟ بأقرب ما يمكن بالبرنامج. فأروح للبرنامج، شو راح أسوي بالبرنامج؟ راح أقول وول مربوط بهذا رجلي ما ممكن، راح أمسح الوول وأجي أخلي هنا أنا هنجات. عفواً. إيش إيش قد ما عندي نقاط 10 50 كلنا حوالين شنو؟ هنجات. لهذا هسه راح يطلع لي مثلا هذا السقف اذا مال بيت، سقف مال بيت وقاعد على حيطان بيرنج وول، يعني البعد الثالث بعد ماكو يطلع بس فلور طابق بس مكانه الحيطان السبورتات، اروح اصممه بس سلاب وذا بي بيمز طبعا مجبور مو حتى اسوي سيميوليشن، هذا يسموه محاكاه للواقع. زين ماذا عن الوول؟ هسه نسال مثلا البيرنج وول احنا نصممه بالبيوت هسه ليش بنصمم؟ واحد يعني احنا مع الاسف يعني واحده من النواقص عندنا كان مشان وايد درستكم شويه عن تذكرون تصميم الطابوق والحائط من طابوق وستاندرنس، بينما كورسات برا تصميم من شلون نصمم بنايه من طابوق، عمود من طابوق، حائط من طابوق. بس احنا هذا مع الاسف ما موجود بالدراسه مالتنا يعني لحد الان، قاعد نشوف يعني ما نهتم بالجدران الطابوقيه.
أنا أول غلطة ارتكبتها كمهندس بالحياة العملية، سويت حائط 6 أمتار بدون رباط كونكريتي. دس عليه رئيس القسم، اشتغل بوزارة الإسكان، قلت ماجستير جاينا وخابصنا، شلون تغلط هاي الغلطة؟ قلت شنو أستاذ؟ الله يذكره بالخير. قال أنت شلون تسوي حائط 6 أمتار بسمك 9 إنجات يعني 0.25 متر وكله هيك بهالشكل؟ قلت له وين المشكلة؟ هذا نحيف رأسا راح ينهار يوقع. لازم تقسمه برباط كونكريتي بشيء. فش عرفت في وقتها هو جل ما لا طبعا حتى انا اخطا اي واحد يخطئ، عرفت انه بالدراسه ما ركزوا لنا عليه. يعني انا تدري كل واحد ما يتعلم الهندسه من مصدرين، الدراسه والحياه العمليه. فرجع ثاني قمت جمع كتب وكودات وتدوح ساعد اقدم مرات من فد شغله. وفعلا هسه يعني يعجبني فيديو اسوي دوره على تصميم الماسونري، اكو اي شيء خاص مع تصميم الطابوق الشاي 530 على بعض الله. احنا نجمع وسوينا دورة على خش خش سوي ترويج لنفسي. مثل ناس هاي الانجاز لو شنو بعد تقصد دار طابوك طابقين ثلاثة بدون عمل بدون طابق زين. انت انت الان مو انا حتفهم السؤال، انت الان شو اللي تصمم الجدار نفسه بستاد برو؟ اي نعم. هو من طابوك؟ اي نعم. شلون عملت لو اصمم؟ يعني شو حيصير عندك حائط؟ امثل الاحمال ما تدري تكون تحسبها يدويا، تحسب تحسب يدويا ما يحسبها. مو انا فصلت عنه، ما شوف ما خليت هنج سويت. شوفوا شباب شنو معنى انا خليت هنج هنا؟ الوزن مال السقف من راح يشيله هنا بهاي الصوره؟ لا 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 تستعجلوا، هذا الوزن اللي على السقف اوكي 100 كيلو نيوتن كذا، ايش قد هنا المقاومه لهذا الوزن بهذا الرسم؟ 100. صدق كذب على كيف ايش قد كل يروح للهنجات؟ هنا زيرو، كل شيء ماكو اصلا. هذا الحائط ما يدري اكو فوق سقف له ماكو سقف له، يعني كل اللود وين راح يروح؟ هنا رياكشنز على السبورت. وهذا الهنج من خليناه بعد ما راح ينقل الهنج، الهنج يفتهم البرنامج وشنو هو سبورت بالقاع، كانه عين المثل اللي بالقاع. فالحائط تبدا زيرو كل شيء ما بي. وهذا صحيح؟ لا مو صحيح. فلازم تحسب بايدك. شلون بايدك؟ خلي اكمل اكرم يعني النقطه اللي سالت عنها، شلون بايدك؟ خليني اروح على هذا يمكن الملف هيك بهالشكل، وخليني ايضا اثبت الصوره حتى ارسم عليها. اوكي. هذا هنا اكو حائط، اوكي؟ هذا هنا وول. وهذا فوقه سقف. تتذكر هاي درسناها بالكليه هنا هيك؟ هاي المنطقه مساحه تنقل لهذا الحائط، هاي المنطقه تنقل هيك. تحسبه بايدك، اوكي؟ اتفقنا؟ لا ما اكثر طريقه. على حد علمي طبعا، نعم. لا البرنامج بيحسب مالتي ماتيريالز لا ويربطهن سوا كذا؟ لا حسب معلوماتي يجوز هو بي كومبوزيت. الى اي مدى شنو هذا الكومبوزيت؟ ما اعرف. يعني سيدي الاحمال واضحه بالرائحه السوالف. اي طبعا سلسل الاحمال واضحه بالحال اسمه واضح. اوكي. بس امثل عليه راح ينزل الحمل عليه ما راح يفرق لي هذا الهنج لو رجل بالنسبه للربط ما بين السقف وما بين الحائط، هو حمل راح ينزل عليه. راح يفرقني هذا السؤال. لا إذا بالبرنامج مو احنا نشوف التمثيل. اذا هيك مثلناه هسه هذا راح ينتقل كل اللود من السقف لمن؟ للحائط، لان مربوطين رجلي. اذا طابوه هم ينتقل. بس المشكله بس المشكله وين؟ مو المشكله السقف راح يصير تصميمه نوت ان ذا سيف سايد تحليله يعني قوالبي. انت قايل جواكم بالبرنامج، قايل قصدي يعني الموديل قايل انه جواكم كيت وول مربوط ويا ربط كامل. شوف قلت هاي تصير النهايه قويه، هو مو ربط كامل عزم صفر جزء هنا. راح تقول خو ماشي عند السيف سايد هاي المنطقه، بس لا تنسى انت اذا زاد النيجاتيف شنو يقل البوزيتيف. هاي خذوها قاعده شباب، يعني هذه دائما مهمه ترى وقت المهندس يعني ما تجي في باله، انه احنا ترى المومنت دايجرام من يزود بمنطقة ترى يقل بمنطقة أخرى. شلون؟ يعني أنا من أجي أقول مثلا هذا سوال، هذا وول فوق رأسنا
والسبورت مالته شنو انجاز. خلينا ارسم حتى يطلع بالتسجيل. خلينا ارسم ابو هاشم لحظه. هذه صناعه عندك، هذا شنو هسه؟ شو اسمه البيم؟ شو اسمه سمبل سبورتد بيم. اوكي المومنت دايجرام مالته شلون؟ هذا زين. جوا راح ارسم بالضبط نفس الاسبان. شو يصيحوا لهذا؟ فيكست بيم. مومنت دايجرام مالته شلون شكله؟ هو هذا. طيب بالاطراف وانت احسن تبهاش. اذا تلاحظون هذه هنا W ألتر بي على 8، وهذه هنا هذا شنو معناه؟ معناه ان العزم كله التوتال هو ايش قد مقداره؟ هذا العزم دي يتوزع على الاسبان. فاذا الاسبان اطرافه هيجي هنجات تسمح بالدوران بحريه راح كله وين يتركز؟ بالنص. اذا اطرافه ثابته راح يتوزع على منا ومنا، ثلث بالنص وثلثين بالاطراف. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني انت اذا جيت وقلت والله اني راح افرض الحاله الاولى in the safe side. صح، you are in the safe side at the middle of beam but not at the end of beam. ليش؟ لان العزم هذا هو العزم بالاند. W ألتر بي على 12 وانت شو اعتبرته؟ زيرو. صح، not in the safe side. دكتور انا شايف تصميم معاه يقول هو خلق مهمة بناء طابعين ساحة طابعين بناء طابعين فيعرفون على يحسوا يعتبروا فيكس بناء طابعين ساحة طابعين زين. أستاذ الأكرم قال الآن خو واحد راح تروح حتى الاثنين. اثنين هالمرة صرت in the safe side وين؟ بالأند بس بالنص. هو دبليو. لهذا راح يبقى هنا السؤال، انت بنايتك ايش تشتغل؟ مرات بصراحه انا هم اذا عندي صوره مشوشه هاي اسويها دائما اخذ الثانيه. شو اخذ؟ اقدر اجمع الاثنينات؟ شو عافية كل اي انسان شو اسوي؟ يعني النص عافية على 8 والطرف على 12. هاي ما اسوي بصراحه بالحيطان مرات، حيطان السراديب الكذا. ليش؟ ليش سويت شيء؟ بصراحة مو ذنبي، لأنه هذا الاتصال اللي قلنا عليه. شوفوا هسه هذا قلنا مو رجل جوينت السلاب والوول. مين يقول هذا الحديد من مالت السلاب راح يطب ويا الوول بطريقة اثنيناتهم يتعشقون بحيث هذا صدق يشتغل رجل جوينت؟ يجوز لا، أول ما يجي اللود يطق هاي منطقة تطق، إذا طقت شو يصير؟ صار كراك، رجعت صارت مثل البيرنج وول عين الطابوق كأنه فل. من صار العزم هنا صفر وين راح يتجمع بالمقابل؟ بالبوزيتيف بالنص. قاعد اشوف الخطوره. فمن ما اعرف صوره مشوشه عندي قصدي على الواقع العملي اجي افرض الشغلتين. يعني ولو هذا يعني احنا بدنا نعبر على التصميم بس ما يخالف، هو مجرد اشارات حتى نعرف انه احنا هنا قاعد نتدرب على البرنامج، والبرنامج مو راسا يشبه الحقيقه، يحتاج نفكر بهاي الطريقه. قاعد اشوف قدك وحكي احنا قد نتقرب من الواقع. زين دكتور محمد اي ولا طبعا السلاب تحت بيم خلينا نقول 60 سم زين، بهالحاله الهنج راح ينقل الى تحت البيم. يعني اي طبعا راح يشتغل هو البيم اصلا بيم. هو اصلا البيم الجواب هو مو بيم. مو بيم بالضبط. فما يفرق بدون يعني هسه نجي خلي شوي نحكي على ايضا يعني استعمال البرنامج. هسه اجي باعه من اسوي كليك على هاي ما تنطيني شيء، بس من اسوي كليك على هاي ترجع لي الشكل الايزومتريك المقطوع. انتبهوا رجاء، عندنا الشكل الايزومتريك المقطوع هو هذا، وهذه ترجع لي الشكل الاصلي الايزومتريك هذه. اذا انتبهوا شنو الفرق بين هاي الايقونه وبين هاي الايقونه الصفراء. هاي ايزومتريك للشكل الظاهر بالشاشه، مقطوع ما مقطوع الى اخره، سناي الشعب الاثنينات. بس هذه ترجع الشكل الاصلي الكامل. بالمناسبه هذا القطع بعد بشارات مهمه، اكيد تشتغل لود او فتشي على طابق من الطوابق. فش تسوي؟ باوع السلطه اخذ سايد فيو وكات سكشن
مثل ما قلنا كالسكشن تتعامل وياها رأسا select to view وأوكي وأجي أحصر بالويندو هذا الطابق. هسه الآن من أسوي isometric هذا الطابق بس واحدة اللي أنا أخذته أو منظور أو جانبي أو أي شيء آخر وقعد أشتغل عليه. لهذا قلت الكات سكشن بصراحة يعني بالنسبة لي يعني as a user جدا مهم، لأنه مهما كبرت البناية يعني كنا قبل بصراحة كان ما موجودة ما أعرف لسه أنا ما أتذكر ما أقدر أقول ما موجودة شيء يعني، بس كنا ظل فر البناية وطب وزوم وما أدري إيش وحفر وهذا حتى صار على مكان يعني صدق كان إزعاج. بس ما صار هذا هسه شو أنت تشتغل براحتك، لأنه إذا ما اشتغلت في شيء بالكات سكشن والباور من فوق كل شيء تسويه يصير لكل النقاط اللي يعني مثلا جيت مسحت نقطة مسح عن شكل نقاط جوها بكل الطوابق، خليت لود اتخلى على كل النقاط اللي جواها. اوكي هاي هسه شنو اذا اخذنا حق اليوم كاختصار السالفه اللي سويناه لحد هاللحظه، احنا جينا رحنا على اوتوكاد سوينا ملف من الاوتوكاد اللي هو مثل ستراكشر، جبنا هذا الملف سوينا عليه تعديلات تصحيحات ومن ثم كملناه سوينا طابق اخر ومن ثم سوينا ميش جنريشن لكل اليمنتس. وهنا لازم انبه على فد نقطه مهمه انه ترى من تسوي السميش لهذا الجزء وهذا بصفه لازم عدد الاليمنتس هنا بهاي الجهه يساوي هذا، شو يصير نقطه قبال نقطه شلون شوفوا شو راح اسوي. خليني هسه لا ما وخرت العمله يلا ما يخالف خلينا نسوي اشياء خطا نشوف شنو تاثيرها. ما وخرت العمله مثلا ورد اسوي ميش أرد أبدي سميش. هاي إحنا قلنا counter clockwise. هسه شوف يصير. إيه هسه إحنا نأخذ رباعي الشكل، أوكي؟ شو أنا استمندري؟ هسه أنا هذا باعش مكتوب باع الكسور قاعد يشوفون كم رقم؟ 5.3 هسه 5.3 لو 10. هي يعني فعلًا لو 10 لو ما كن لو 11 كيفك؟ طبعًا ما يفرق عن الدقة مو لهالدرجة. أنا مرت أكبر من نص أنا أخذ شو اسمه هذا الثاني هم مثله 11 إذا 11 11 11. أوكي خلينا نوخر النقاط حتى ما نحتاج النقاط بعد نشوف شنو صار. يبدو أوكي ها خلينا نشوف إيزومتريك أو جيد أوكي. ليش؟ لأن هاي النقاط جوا فهو أخذ الفوق، لو نعمل لي فوق كان شخذ النقاط الفوق كان صار ما يدري ايش السبب بس كذا. هاي دائما تصير وياي من اكو كذا احسن شيء تاخذ انت شنو كات سكشن على قد السلاح وتشتغل. هسه اوكي هسه انا بدي اتعمد اغلط نفسي اجيت بدي اسوي له بصفه هسه هذا باله بصفه لازم يعني شلون يعني اختصارنا الخط بالنص ما ينربط ويا السلاب هاي المشكله. هسه انا راح اشوف ايش راح اسوي هسه شو هسه مثلا هذا 6.3 12 وذاك 10 اصلا هو 11 المفروض ثاني راح ماكو ازاظم مرتبط مو قاعد يمين من يمكم يعني انا ما انتبهت هذا لك ما في شيء. من تخلص الملف اذا كان مخصص الملف بعده صغير طابق واحد وشيء للبنايه الكبيره هاي العمليه تطول كلش. اكو تولز معناها تولز تشيكات انه شغلك مضبوط ولا لا كجيومتري احكي بعدك بالجيومتري. اول تشيك تشيك مالتيبل ستراكشر خل تشيك بالله او عند ثري ستراكشرز وين هم ذني هذا واحد وهذا الثاني هذا الثالث هاي ليش صار؟ شو تقولوا؟ عفية ما هو شنو شو يقصد multiple structures من يلقى أكثر من جيومتري ما مربوطين نهائيا فش يعتبر؟ طبعا هذا ستروح تسوران ما يمشي لأن لازم أكو شنو؟ تشر واحد على الأقل يعني سنة هذا أجر خط منه وأربط الربط هذا كله مربع ويا يعني تبران مثل ما الموديلات صنع البناية فذاك ملف ثاني. ملف ثاني. أحسن. من يعني من هذا ملف ثاني هو مربوط ما مربوط ماكو مشكلة. خال مثلاً expansion joint خو مثال هذا كل شغله.
بنايه انت قاسمها بالاكسبانشن جوينت طويله كبيره فايد نكس كل واحده حلها واحد زين هاي اول تشيك شو اسمه مالتيبل ستراكشرز هذا اللي دائما اسويهم بس قلنا لازم خصها على اخر واحده شويه تطول سويها على الملف الصغير قبل ما استنسخ الثاني دوبليكيت اذا اكو نودز ممبرز واحده فوق اللوك هذا هاي عمليه سهله من يلقى واحد فوق اللوك شو يسوي يسوي ميرج يعني يحذف شنو صار خرب ال something خرب زين nodes هاي خلوه difference node duplicate فتشيكهم كلهم إذا ماكو duplicate زين الثالث orphan nodes النود اليتيم شنو النود اليتيم نود طائرة بالهواء حالة طبعا هذه بنجيب ملف من الأوتوكاد ترى راح تشوفه كل شوي يصير عندك بس أنت ما تشوف هالنود بس بنقول له أورف هذا تشيك أورف تلقى نقطة جاية من الرسم صفحة ولازقة هنا فشنو هنا يقول لك فيد هايلايت طلع الكابل الأحمر لو ريموف ماكو هنس طبعا ما عندنا زين أخذ الكابل كان الرسم حطولي لاين أو لاين أكفر من إذا كان يعني بس ما تقولي لاين أو لاين لا 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 وأهم شيء ستريت لاين سؤال مهم جدا إذا أكو كيرف إحنا مو قلنا أكو بيبان وكيرفات ما تجي ترى كيرف ما يجي ما يطلع كل شيء يطلع فراغ كيرف ما يجي لهذا الكيرف التكونات مثلا تسويه على شكل بالضبط ستيب وايز ليني هذا قلنا أكو كونتينوس بيم لكنه سيركل لا 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 أوكي الحالة الأولى شلون نعالجها إذا هذا الحالة الأولى ليش ما توصل يعني يكون إذا هذا الزايد أنت تريده ما مربوط ترجع تربطه يعني سان هاي مثل ما المصاعد أريده فأرجع ربطه بممبرز ويا من ويا اليمة إذا ما أريد أمسحه أمسحه طبعا أمسحه أنت ودك هو أوتوماتيكي يربط له على جوينه لا هو لا مو أوتوماتيكي يجي يقول لك ذني رقمها ترى كذا وكذا راح أسويها هذه أكرم أول ما جبنا البرنامج أول ما جبنا من أوتوكاد كانوا نودات عرفوا بالله ذني مو ذني مو هدف ذني مو هدف أقولك المشكلة علوات يعني منا لقطناها فرق بوينت يعني كلش قليل بس أنا سويت رسمت ممبرين واحد فوق الأخ هسه قبل شوية تعمدت شوف إيش طلع يقول لي تراكم منبرين واحد رقم 42 واحد رقم 408 شنو ذني شو شيء عجبك طبعا انا اقول له ميرج يقول انا راح اخلي 42 وامسح 408 دائما يعني حتى صغير الرقم الصغير هو الاولاني اوكي خلاص دمه شو صار من واحد انا عمود ليس الخطا خاف خطا بالنتائج وكذا زين انا بس بمناسبه انه قلنا سات واسع على الاشياء الكيرف ما يجي الكيرف بصراحه خليني اراويكم في الشيء هسه بالمناسبه هذه ام واحده من الابنيه اي هم صار في كم مشاكل اذا عندك اسبان وواحد صف اسبان وواحد طويل وواحد قصير هم يصير عندنا مشكله ما عندي كلش والله خبره بالساب ما اعرف يعني بس حق هنتراويكم هسه هذا ساي شو تشوفون ايش هذا الخط كيف بس هو مو كير راح اجهز زوم عليه او خلي اخذ سكشن حتى يبين فالدرج هو حلزوني بالبنايه أراكم أنا شلون أمثله راح تشوفونهم صعوبة شلون يعني أربطه بالمجاورات مالته هسه هذا بهالشكل زين هو أساني خلي أقول له أظهر لي النقاط إنه ما مبين عندكم حقكم أظهر لي سوري أنا قلت له نود نمبر نود بوينت مو نود نمبر حسب النمبر بالضبط شوفوا كل واحد لاين بعض أول شيء شنو خلينا نزوم هذا كل واحد هو شنو لاين مستقيم وبعد من يجي هنا ويصير يم السقف فينربط بيمن بالإليمنتس مع السقف فهنا إذا هو كيرف ما راح ينربط وياه لأن ترى كل إليمنت كل بلايت إليمنت الخطوط ما تهم ستريت لاينز
فيصير شيء ستريت لاين ولا ستريت لاين، نقطتين بيعرفون سوي شيء بهالشكل. هذا يصير عملية متعبة. لما نشوف كير واعتبر انه الجيومتري ما تكره شوية تعبك. دكتور يعتبر بين هذا يعتبر بين طبعا هو بين. شلون عرفت بين المربع وبين ال فجيت هسه خلي اوكي خوش سؤال. لا اي طبعا اكيد، بس انا لا تبالغ بالنوزين وراك راح انت تربط مرات واحد واحد بيدك الاليمنتس، فدير بالك. خليني اخذ سكشن، اخذ يعني شيء افقي حتى جاوب استاذ اكرم على سؤاله مهم، شلون راح نربط الاليمنت ويا. خلينا ناخذ هذا الطابق مثلا، الان هذا هو الطابق، خلينا نزوم ونقرب. زين طبعا هو بالبدايه شنو كان؟ كان عباره عن ممبرز. ستنسى هاي البليت اليمنت، باو اليمنت على خط الحمر الممبرز. فاني من جهه السنه شوف ايش قاعد اباوع، قاعد اباوع هنا والله هذا هسه يجوز يجي عدل، بس كون هنا هذا ما يجي اليمنت متساويه راح يحكمه منه هاي النقطه، فراح هذا يصير تقسيم شكل، هذا جزء باوع هذا ميش واحده، هذا هنا راح يصير ميش واحده. انا اقول لك من هسه هذن قاعد تشوفوها هذني الاليمنتات راح ترسمها انت بيدك واحد واحد، مهما تيجي تسوي ميش مع سوبر ميش هو يسوي لك فد اليمنتس راح يجي نقاط تشوفها مخبوطه واحده فوق له شيء فتمسحها وتقوم شو تسوي. هذا الامر اللي احنا بعدنا ما اخذناه، اد بليت اليمنت واحد، تربط اليمنت واحد واحد. هذا العملية يعني حتى المحترف حتى تأخذ منه وقت، ما يجي يجي رأسا فت شو ساعدك هنا دائرة وهنا دائرة، عملية متعبة. أوكي احنا قلنا دائما مش تسوي، راح تجي تسوي في ملف منفصل وتجيب تلزقة، شلون تلزقة؟ هسه راح نجرب إن شاء الله نجيب نسوي احنا بناية مثلا مربعة ونريد نلزق بها كيرف بها على شكل نص دائرة، راح تشوفون التعب مالتها. أوكي استاذ فؤاد بس شو كان هو سؤالك؟ هو يعني سؤال لانه حدد بالاوتوكاد نختار يعني كائن منتج بولي لاين. بولي لاين ما في مشكله، ستريت لاينز طبعا هي البولي لاين ممكن تكون ستريت، بس انا قلت هو يصير كانما كتله. لا طبعا ما تجي هسه ما جايبك من بعدك، قلت اذا عندك بلوك كاوبجكت بلوك او مجموعه لاينات ما منفصله واحدة عن اللوخ ما تجيك المساعدة فرامي نهائيا إلا تفجرها. هو هو إلا تفجرها يعني فرضا أنا جربت هاي يعني هو بصراحة كان يوقف عندي ما يجي الملف يقافض بعدين فجأة من تفاجئ بس قلت والله خاف عليه أنا بلوك أنا قصد مستطيل إلا تفجرها تفجرها أسوي الإيديت وأسوي الجوين أو أرسم مستطيل هو كم هذا الشيء ما يجي معناها يحتاج يعني لازم سيجمنت منفصل ما يجي اوبجكت واحد ولا حتى هذا السؤال انا ما قلت انا قلت على البلوك لا حتى على التانجل وما ادري شنو ذني هم يجي لازم تفجرها هو شو تذكرت على البلوك بعدين عافيه كلها حتى تصير كلها خطوط منفصله. اوكي استاذ اكرم نرجع لك هسه شنو كان سؤالك؟ بس يعني نضيف اول شيء نود وبعدين نضيف على البلوك مرات يعتبرون النودات ما نلقاهم موجود اي هسه ان شاء الله راح نسوي هيك شيء حنجيب كيرف ونربطه ويا كذا نتعلم شلون يعني بشكل هاي سوي معقده بصراحه ما بدنا نحكي عليها راح نسوي شيء مربع ونربط به مثلا نص دائره شلون نسوي العمليه هاي مهمه ليش لانه اكو اليمنتس مثلثات بعدين خلص رباعي ما يشتغل هاي خلوها خلينا ناجلها لانه الان هاي بها كلام هاي واحده من المشاهد دربكم عليها خليني ارجع الى الاصل القضيه وهي شلون نشيك حتى نتشعب احنا بعدها ثبت التشيك مو وتعمدنا نسوي النقاط ما مربوطه واحدة بقبال اللوخ هاي ممكن يلقوا في البرنامج دولا خلينا نشوف وين وصلنا اذا اورفن نود الرابع اللي هو يشيك وورد بليت تتذكرون يقول لازم نسوي سلكشن او شيل البليت اوكي هاي سوينا سلكشن وورب يعني شنو وورب ملويه نو بليت وورب يعني شنو يعني هاي هسه المفروض هاي بليت البليتة صايرة مو بلين واحد نقطة قصاعدة يلقوا في الكاهل انها سويك مشاكل اصلك حتى الران ما يصير اعتقد اي اعتقد حتى الران ما يصير اذا مو البليتة النقاط معناتها كلها ويمكن نفس الشيء يعني نفس الشيء بالوارف مال الكلام
مثلا اي بالضبط نفس الشيء اي اي اكو فد شيء طافر من المستوي هذا بما سبب انا اقول نفس المستوي يعني قد هي البليته صارت جزء من قبه جزء بس كلها شنو في مستوى واحد بس المستوى شنو لان قلنا كلها عباره عن بلين يعني ترى بما سبب الحكايه على الكيرف بيم كيرفد بيم هو ينطبق على القبه كسيرفيس شلون يعني كل إليمنت من القبة هو شنو بلان بس مصفطيها هالشيء واضح جيد زين إذا هاي خلصناها بعد تشيك التول اللخة اللي هي شنو عندنا زيرو لينكث ممبر ما تصير حق شنو ممبر كلش صغير ما يبين فتطفي في بوينت 001 تلقى يطلع لك مثلا في النقطة هذا يصير من جيب ملف من الأوتوكاد هاي عشان تصير سامج ملفي شوي هذا مرتبة زين بالأوتوكاد فهذا ما صارت يجي بصراحة أهم اثنين ذني الاثنين يعني هذه البقية ذني كلها يعني نقفن قبل ما تجي نادانا اللي هو بليتات ما مربوطة عدل والأهم منها بليت ما مربوط ويا المنبر عدل وعشين خطورتها خطورة يعني مرة أحد أصدقائنا بصراحة قال إنه أسا أنت ليش إلا وحدك بال اللخ وثبارتنا وشي مثلا أعتقد الطيران ماكو مشكلة ما يمشي الرأي هسا هذا السلاب ينقل اللود ما تألمه لهذا البيم وهذا السلاب ينقل اللود ما تألمه لهذا بعد وين المشكلة؟ المشكلة إنه الكونتينيوتي مال السلاب لا لا قبل التنفيذ ولا الشيش continuity of the slab يعني تخيل هاي الوضعية هي هيك صايرة خليني ارسمها رسم يمكن احسن حتى هذا هو البيم يمكن برنامج جيتشي راح يفتهم هذا هو البيم اوكي باع السقوف اللي مربوطه به شوي خلها ابالغ يعني هيك بهالشكل شفتها من هذا الرسم مفصول هذا السقف اللي على اليمنى مفصول اللي على اليسرى هذا بالواقع بالواقع هذا هو السقف ويا البيم عافية كل مربوط ربط واحد فش راح يطلع عندك يطلع عندك العزوم هنا هذا ماكو عزوم نيجاتيف ماكو عزوم نيجاتيف بالواقع اكو عزوم نيجاتيف فمو انت سيف سايد يشتغل مثل الهنج احسن تجي فخلنا نرجع هسه نشوف شلون راح يشيك لي هذه النقطة اذا تولز حاله استاذ كذاك خطين الاستاذ بيم يعني عباره سوينا سوينا ماشي الواقعين البيم بالنص ما لا اسوي البيم هو يسوي له ماشي من يمه هسه احنا مو قسمنا هسه البيم منا 11 ومنا 10 فهو قسمه 11 قسم وقسمه 10 اقسام غير التق صار وصل صغار صار 20 30 مربعين مسوي ماشي سوى يعني ما علينا نسوي مربع بعدين مربع ثاني يعني نفس العفه نفس العمليه اي راح يطلع يجوز هذا مش واحد بس ما مربوط بالبيم يجوز ممكن هيك شيء جلس اجرب ورا اخلص هاي الخطوه بس باع شوف طلع عندي بالشيك باع شقد نقاط انا شنو شيكت ربط البليت ببليت اللي يقول ذني هو شو اللي شوف قليبه على الاخ ونقاط شو تصف الاخ يعني أكيد هذا هو المهندس ده يشتغل يريد هنا واحدة بس مسكين ما عرف يسويه واحدة خلنا نبه أوكي this is one الثاني لا اسمه check plate beam plate connectivity ربط البليت ويا من ويا البيت ذاك لا بليت قبالة بليت هذا مع الأسف شوية يطول هذا إذا مسوين كل البناية نبقى 4-5 ساعات ننتظر يخلص كل شيء طول الآن هم طلع لك يقول لك الآن هاي البيم والبليت ربطهم ما تك مو صحيح بس كيف ربطهم صحيح كيف تدعي تعدل شلون تعدل شلون شو سوي أنا من أعدل طبعا سهل أنا أقدر أعدل أندو يرجع كله بس إذا أنا أحكي على الكيرف ويا هذا السلاب مثلث وقبة ومشي واحدة واحدة بالرسم شو عملية متعبة زوم اجي شلون قلنا الكات سكشن وازوم اجي اشتغل عليها وحده وحده لا لا بس ليه اشتغل كل شيء ما سوى هسه هنا أنا صراحه التعديل لانه لان مربعات وما به المشكله راسا عنده صراحه عنده لا راح
بالمناسبة الآن دو ترى شنو حتى يرجع منبر واحد. شوف هسه نرجع نسوي فكرة محمد خلينا نشوف شو يصير بالله. قال شنو نربط ذني كلهن رأسان ميش واحد. لا لا مو على الإسبان خلنا نقسم بس ما يخالف بس نشوف المنبر بالنص شنو موقفه. هسه نجي 11.6 إيش قد يعني 22 11 يعني 23 كلهم صحيح أي ماكو مشكلة. خلنا نشوف شنو صار. لا أول شيء قبل ما سوي شيء شنو شبيه هذا شبع قاعد ما مقسم ما مقسم ما مشكلة شنو المشكلة لا لا بس لا لا شنو ما مقسم شنو معناها ما مربوط أصلا ما راح يجي أصلا ما يدري لك فوق أحسقف له ما يدري كل شيء مو يم القضية مرتاح يعني نرجع لهذا الرسم هذا هيجي صاير نان البيم نان هذا البيم شو أنا وين حياة العملية لازم ما له علاقة والإسلاف هذا مربوط كل إسبان واحد هائل شوف يعني شوف الخطأ إيش قد راح يصير وينقل رأسا للكولوم ووو القضية سوري بس أفهم صح حسن يعني المقصود هذا اللي سقف المكان ما راح يصير بالنص راح يصير عجيب اي بس مو زين والبيم احنا هو مو انه يعني شوفوا حسن خوش ملاحظه مهمه واحنا هسه بصراحه كل هدفنا من هالحكي شنو انه البرنامج يشبه شنو الواقع مو انه انت شلون تدي الشغله افسر كلامي هذا خلينا نقول حاله كاريكاتوريه صار حسن تعذرني عليها هذه مثلا خلينا نقول واحد قال يؤمن بالبرنامج ايمان مطلق وهو انه البرنامج اهم من الواقع بكثير فش قال لازم اخلي الواقع يشبه شنو البرنامج مو سوى هذا الربط مال محمد جعفر راح ايش قال للمنفذين رجاء صبوا البيم وخلوا شنو فراغ فوقه هم اوكي ما متى يعني ايوه حتى يكون ما متصل حتى ما يصبون هذا يخلون قالب هنا جوا شنو هذا هم هسه اوكي بس اوكي شنو اوكي كتطابق البرنامج مع شنو الواقع but it is not okay من ناحية هندسية كل فهم ما أدري شنو التصميم يجوا هذا قال شنو هذا شبي هذا بيم عنده ليش بيم ضحي بيم ليش شكم نفذ بيم بعد قاعد تشوفون شلون يعني أنا استعمل هاي الصور حتى أفهمكم بالضبط شنو الأشياء هي يعني مرات أنا أجي بناية أرض أشغلها إنشائيا مثل ما أنا أريد وأرجوك حتى تكون مصمم إنشائي ناجح يجب أن تشغل البناية مثل ما أنت تريد اللي انت تريد يكون يوافق الطبيعة يوافق قوانين الإلهية اللي في المبنى في الستركتشر شلون يشتغل شنو يعني انا مثلا عندي سلاب بهالشكل كلكم دارسين الحقيقة هاي الاشياء يمكن الشباب الجزء بعدهم راح تمر عليهم هذه هذا سلاب من تشوف التسلاب بهالشكل شو تقول هذا one way or two way one way يجي واحد شو يقول اني أرد أشغله مثل ما أنا أريد هيك قال لنا علي ناجي راح أشغل اللود ينتقل بهالاتجاه ولا ينتقل بالاتجاه القصير فشي يجي يحسب الإسبان الطويل تربيع على ثمانية ما أدري شنو هذا هم شي يقولون عليه مثل ذاك هذا أخو ذاك اللي سوى بالهواء طاير زين أنت شغل مثل ما تريد بس كون اللي تريده كون هو يوافق شنو القوانين الإلهية شي القوانين الإلهية قوانين إلهية تقول الاتجاه القصير أقوى من الاتجاه الطويل أنت دائما بالبناية من تصمم اعتمد على الأقوى ذب ثقلك ذب الشغل مالتك اللود الأحمال عليه من على الجزء الأقوى وخف عن من عن الجزء الأقوى هسه عندنا تو سبان سبان قوي وسبان ضعيف القصير قوي والطويل ضعيف فأنت وين الذب الحمل على القصير اتجاه القصير لأن هو الأقوى هيك راح يكون تصميمك اقتصادي ناجح منطقي نعم سلطان صار الفاس صار السرعه تصعد بالفرصه الفلانيه زين صار هل العلاقه صار بالنظام المجاندات والكهربائي ولا بس فهم شنو هي الفواصل هاي شنو الفواصل تصير تفصل الستركتشر كله الى جزئين يعني شلون يعني الان بنحكي عن هاي البنايه متعدده الطوابق بهالشكل هذه وأجي أرسم هنا هذا جوينت بناية ثانية هم متعدد الطوابق
عارف اكو فنادق شيء ابنيه كثيره زين اجي شنو القى كولومين واحد صف الاخ من تشوف كولومين واحد صف الاخ شو تقول هذا جوينز اكسبانشن جوين لانه حتى يفصلون هذا كولوم ويا هذا ستراكشر وهذا كولوم ويا من ويا ذاك ستراكشر اوكي خلينا نرجع اذا بعد ماكو ملاحظات بالمساله خلينا نرجع على التشيك اوكي اذا هسه شنو محمد جعفر هذا ما يشتغل اسفين نقدر نخلي نود ونوصل شلون نخلي نود لا تدري شنو علاجها شو تسوي تروح تقسم البيم الى عدد من اوكي خلاص كان نتعلم اجى واحد قال اني صح اخطا بس ما اتراجع ابدا لسه هنا اخطات ولا اريد ان اتراجع فارد اصحح خطئي ان امشي للامام يعني ما اسوي اندو واحد عنده حساسيه من الطفوله بالاندو اوكي شو راح نسوي كم قسم احنا هنا البيم كنا نقسمه حتى يربط ويا البليت نحسبهن يلا ولا يهمك واحد اثنين مستقسم سلطان ينسى من هالسنه زين فش راح نسوي اول شيء كليك اون بيم اكتيفيتد تروح على هاي الايقونه اسمها انسيرت نود طبعا عشان هذا الامر بالسايد 3 القديم اسمه سبليت بيم او سبليت ممبر اوكي شو بدي اقسمها كم قسم 11 كم نقطه لازم اضيف طبعا سمك بعد نود تخليها تبكيفك على مسافه نص ثلث ممكن ايضا كنسبه تقول نود مثلا ثلث المسافه او كمسافه هي 0.2 متر 2 متر او تخلي نمبر اوف نودز فاحنا 11 قسم يعني 9 على 10 لازم 10 يمكن 10 اعتقد لا هو يريد اللي ها اي بس تخلي بالنص عفوا 9 يصير 9 صحيح تمام 9 خلنا نحسب منها سيجما مرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اصلا هذا متحدد من طرف ولا سوى برنامج يجيب والله لا انا سويت كليك على الممبر بس هو ليش ده يعني ده يحسب الضرب ده ما ده يحسب هين ما اعرف والله المهم قدامنا 10 خلينا نشوف بالله اذا 11 لا لازم كانسل لا كانسل يعني رجع من جديد اوكي 10 اسف قصدي 10 خلينا نشوف ايش قد يطلع ضيف 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 هسه اوكي 11 شوف هسه شنو صار تقسم 11 الربطن يعني لا خلينا نشوف شلون حكمت بلا ما تشيك نعم خلينا نشيك ندرب اكثر غير ما الربطن ليش ما الربطن هو صح قسمهم بالتساوي بس هو ذاك كان كله يعني من قسمه ما اجى يعني اجى البليت عبر البيم مو فوقها بالضبط فلهذا زين ايش راح نسوي هنا قلنا هذا صاحبنا شنو شعاره ايه. لا للاندو شوف شلون راح يعني حتى نتعلم في الشيء زين طبعا السوحات حتى هذا ما مربوط وحتى هذا ما مربوط يعني هاي عذروني بيعتبرها مربوط هسه نجي على هذا شوفوا هسه هذا البيم ما مربوط بهذا البليت وهذا البليت فحل واحد عندك شو تسوي عفيه هذا ديليت وهذا ديليت زين سو واحد راح يقول صحيح بس هسه مبين المساح ما مبين فايش اسوي انا ما اعرف اسوي طريقه يا احبها اروح الى ليبلز واختار ستراكشر اقول له فيل بليت انا اكو طرق الاظهار فيل بليت هيك شويه حتى تعرف انه انا ايش مساحه تسويت وين كذا حتى يكون مسيطر. استاذ اذا احنا قاعدين نمسح مع بعض ليش نمسح البيم ونمشي بيم ونسوي بيم احنا ويا لا احنا قلنا يعني شلون تقدم الان اوكي عجب اي شيء هو احنا ما راح نسوي هيك احنا قلنا عنده نرجع اي طبعا على الطريقه هذيك لكن هسه وانا اعلمكم شوف هسه انه شلون نظهر البليت يعني بصراحه انا اعرف انه كالشارع حقولها هي جديده حتى مناسبه لقول هاي الاشياء شلون راح اضيف بليت واحده هسه باع شلون اد فور نودد بليتس النقاط كلها متأشرة اوتوماتيكيا هسه الان ضمنت ان هذا الجزء من السقف هاي البليته مربوطه وياما بس بعدها ما مربوطه وياما وهي اللي بصفها اجي اضيف هسه صار اثنيناتهم
اوكي زين. خلينا نجي هسه الان ماشي، خل ارجع اشوف تولز، خل اخر هذا خاف ياثر عندي بالالوان مال تولز. ستراكشر قلنا بالليبلز، ستراكشر فل بليت اسوي له انتك، خلينا نقول ماكو عكس التك. هسه ارجع تولز شيك لي بيم بليت كونكتيفيتي. اوتو سيف. اوكي شوف عبر الاولاني، الاولاني خلينا نبوعه من فوق حتى الوضوح، بعد ما اشر الاولاني ما عنده مشكله يبدي من الثاني ويجاوب. واضحه الفكره؟ اذا الان تعلمنا انه احنا لازم نسوي لكل بانل مش، كل بانل من نسويه لازم نفس عدد الاليمنتس للمش المجاور، هاي مهمة ننتبه عليها. الشيء الاخر اكو تولز نقدر نشيك بيها بيم بليت كونكتيفيتي، هاي مهمة نسويها خاف عبرنا فرد شيء اوكي، وحتى نتاكد انه النقاط يعني هذا البليت ويا البليت ويا البيم اللي بنصهم النقاط مشتركة فيما بينهم، هذا هدف مهم لازم نحققه. السبب انه حتى الستركتشر مالتنا بالبرنامج يحاكي او يشبه الواقع. هاي خلاصة لما تقدم. اوكي زين، وقع حوالي ربع ساعة، خلينا نشوف شنو عندنا. اذا عاد في بالكم سؤال هم ممكن نتكلم به. اي طبعا هسه هي هذه بعد يمكن صارت واضحه اكرم، لانه هسه ممكن اجي احذف اي جزء من خذك شيء في شيفت اوبننج حتى بالنسبه للفتحات الدرج، يعني قصدي مصعد، يعني خذني هسه من الاول ما اسوي بهن مش انه مفتوحات، فانا اصلا ما اخلي بهن مش، فهذا راح يحكمني مثلا من اسوي مش اسوي هذا الجزء مثلا واسوي حولهم شوي، هاي متعبة عملية متعبة، ما حتجي مضبوطة، ما يجي مضبوط، ما يجي من يقول راح يجي فوقهم بالضبط، ما يجي متعبة العملية تصير. مو محمد نفس نفس الكلام متعبة، فأنت شو تسوي؟ لا راح تجي أنت النقاط أي بالضبط، يعني خليني هسه أطلع النقاط حتى أحكي لكم بالضبط أكثر. يعني واحدة من الأشياء اللي نسويها هسه مثلا بوع الثاني هسه من أجي هذا أوكي، هذا جزء واحد ذني سهلات، شوف ذني حلوات، ضع هذا شوفوا هذا شنو مشكلته، مو مستطيل لا يعني مو هذا القصد، خلي واضح قصدي، باع هسه هنا جيت هسه هذا سويت بالضبط التقسيم مالتهم شلون راح يصير. شوف هسه هذا مثلا، وراح اقول راسا بدون ما باوع عن الاطوار كذا شفتها على السريع، هسه اجي هذا هنا العدد وهنا أنا. هسه هذه ذني ما اقدر اسوي هذا كله مش واحد، يعني اجي اربط منها النقطه، يعني ما اقدر اسوي هاي العمليه، شوف هاي العمليه هسه هيك هيك ما اقدر اسويها بعد، ليش؟ لان راح يقسم هذا الخط كله بالتساوي، بينما هذا صار هذا الخط وصل ثين وصل هنا وصل هنا، واضحه الفكره؟ فش نسوي؟ لا هذا رباعي، هذا بقي رباعي، كان رباعي. اي شوف ايش راح نسوي، راح اقول انا هيك خل افكر، انا بدي اسوي هذا الشكل رباعي هنا وهذا شكل رباعي، هنا الرباعيات زين بالمناسبه خلينا همتين، ما دام هذا باوع ثاني ما نسوي مثلثات باوع، باوع شو مسوي؟ بعد اعتبره اليمنت واحد هذا هنا شكل رباعي زين، شلون هاي العمليه راح اسويها؟ خلينا نرجع للشكل مالتنا. مشكلتي وين؟ مشكلتي انه هنا أنا ما عندي نقطة تقابل هاي، فلازم اسوي نقطة، فامامي طريقة لو اجي هي هاي نفسها اللي هو insert node، بس هاي وين راح اخليها؟ على بعد شقد؟ كون اقيس هاي؟ اكو طريقة اسهل، وهاي طبعا انضافت بالسنوات الاخيرة. لا راح اقول لكم شنو، انا اول مرة تسمعون بها يعني بالدورة. add beam perpendicular intersection، طبعا اتوقعت هاي زلاطة الاشياء، لكن انا هاي انضافت ورا مده هم كيفنا من جدي، انه انت تربط بين نقطه وخط عمودي على الاسفل، شلون راح اسويها؟ على مسافه معينه. اها هنا السؤال هو اكو هيك بين بالستركشر انا بدي اخليه؟ لا بدي عافيه، بس راح اسوي هسه خذ وراه على مود النوت، هاي الارض مشتغل
ها؟ أرثر مشهور. هو من أصل كان اسمه أرثر. لا مو هنا مو اسمه أرثر. هو أمر اسمه أنت تربط بين نقطة وخط الخط عمودي على يعني مو اسمها مو سناب. بك إذا صار أوتو كاد هنا توب يصير البرنامج. بس هذا العملية ظهر يعني متعبة برمجتها وشغلة وشيء. أوكي زين. هاي طريقة. هسا أجي على هذا الجزء. أنا شنو قلنا؟ مو قلنا تذكرون هسا قبل شوية هذا مفصول لازم أجي أسوي هذا مش مثلاً أو في الطريقة زين أربط هذا ويا هذا شلون أربط؟ لا أكون الآن طريقة جديدة أنا كل هذا أمثلة حتى بها أشياء جديدة أقدر صح أربط خط عمودي بس أكو غير طريقة شنو هي الطريقة؟ أسوي كليك عليه فعلته انفتحت هاي هنا اسمها ستريتش ممبر هم عندكم أنتوا الكستاند والترم وكذا بالأوتوكاد هاي أهم شوية تشبه الأوتوكاد افتحها شوف الخيارات اللي بيها هذا المنبر تريد تمده مسافة طبعا هواي استبيد معده مثلا أنا أرض أضيف مثلا بانل شيء فمنبر أمده مسافة معينة على امتدادة زين بس لا تنسون المنبر يعني يطول يعني يمتد تصير نقطة جديدة أوكي زين أو إذا نود معينة يمكن هاي ما أستعملها ما يجي شيء مضبوط للنود يروح بس هذا وهذا الأول والأخير إنه مهمات هسا احنا هذا نحتاجه اللي هو شنو انا نمد المنبر اللي مأشر بالاحمر الى المنبر هذا الاخر طبعا بمناسبة هذا لين عمودي يرهم الخيارين لو هذا مو عمودي انا ارد امده يلتقي بي ما يعني ما يرد عمودي عليه لانه عمودي عليه راح يغير اتجاه يلوف بس كستين فهذا راح يصير فعال فاول شيء اشرت هاي اذا لاحظتوا ثاني خطوة هذا السهم الكيرسر مالته استفيد منه اعين بي لوين لازم يمتد هذا المنبر عينته ابلاي اكستند بالضبط امر اكستند مع اوتوكاد انا اريد اربطه فيبقى هذا المنبر لا انا ما اريد اربطه بس اريد اعرف هذا وين مكانه هم اسوي ديليت خلقت لي نقطه وين قبال بالضبط هذا المنبر مثلا انا عملت هذا المصطلح مو أنا أريد شنو يأثر؟ يعني أنا أريد إيه؟ فأنا هسه بصراحة شنو بدي أتعلم؟ بتعلم أشياء اللي أقدر أعدل بالجيومتري على مود أخلق ماش مناسب وحتى يطلع لي مثل ما هسه نرجع الإكزامبل الكامل خلينا نباوع عن الذكر. الآن هذه النقاط كلها مربوطة بحيث إن أنا مسوي تولز ومشيك وشي بحيث مطمئن إنه الآن الشغل خلينا نقول بيرفكت. نعم. النقطة اللي راح البيم الأصلي راح يهمنا محاسب وراح يصير جزئين. إيه لا طبعا هو من خلق نود بعد هو صار بيمين كأنه صار بيمين. بس شنو الفكرة يعني بصراحة الفكرة بكل الحكي يمكن أهم جملة أقولها إنه أنت هاي النود من قاعد نربط بها أكثر من شغلة كون هي بالحياة العملية هم مربوطة هاي الشغلات السلاب والبيم والمعدلمين والكورو. تعكس الواقع طبعا. شان سب يعني أكثر من طريقة مثلت قلت لازم أن ذن الاثنين يتشابهن الواقع والبرنامج فلهذا أنا كمهندس لازم أدرس أول شيء شنو خمراه قلنا هذا ما كنت شيء أدرس البرنامج ورقم عليه لا واقع أول شيء أفهم الواقع شو هسه ذكر سعد أكرم مثال إنه إذا بيرنج وول من طابوك ما مربوطين شنو روح أفكر بالبرنامج أسوي يعني هاي طبعا بصراحة أنا ما كتب كتالوج مال البرنامج لو هيلب لو كذا إنه أسوي هنجات وشي فأنا قاعد أفكر فكر وأسوي أمرات رنات وأقارن وأشوف وكذا شنو زين أحاول أن أفهم الواقع شنو أنا أقول الطابوق ما يمنع الدوران حتى بس أنا أقول الكتب تقول والكذا دائما تعتبر يسموه unrestrained edge نهاية غير مقيدة والعزم بها صفر خلاص ما أكو حرية الدوران زين شو أنا أروح على الدوران شو أنا مثلها هي هاي أنا بصراحة أعتبر هي هاي الاحترافية مع البرنامج اسمعوا لي يعني مو احترافية الأيقونات والمدري شنو والاستكذا والجيومتري بالرغم من أهمية ذيك للسرعة مع العمل لكن how to simulate the exact situation هذا السؤال هذا هو أصعب شيء واللي هو فعلا يجي مع التجربة يعني الهندسة والعمل والخبرة والممارسة أوكي بعد ذاك أسئلة التصاميم اللي شفناها يعني زين الاعمال اي
تقريبا 90% نفس التصاميم مع الكونكريت بالنسبه للسقف والتسليح مالته بالنسبه ويا العمود او ويا يعني ويا البيز تسليح نفس الترتيب دبل او تربيع على 12 يعني عزم سالب وعزم موجب غالبا يعني هو شنو يعني يعني هو طبعا بس شنو بس هو مو هو يعني احنا سلاب صراحه ما حكينا يعني حتى يعني طريقه عرض النتائج مع السلاب هم ما صار وقت يعني هم يعني قلت نبدي موضوع جديد احسن من انه ها راح اخليها ان شاء الله من على البوست بوستنج راح توسع هوايه واحكي لكم لكن مجرد اكو دقائق متبقيه وتسالت استاذ اكرام خلي شوف الان هسه هذا العزم كونتور لاين مال العزم عزم وين بالسقف هذا البليت إليمنت وطالع على شكل كونتور لاين. كونتور لاين تعرفون شنو هو يعني هنا طبعا كونتور كلر مو لاين بالضبط لاين يعني اللي على شكل ألوان كل لون يمثل رينج من الأرقام أو بالشكل من البنفسجي للبرتقالي بس مثلا البنفسجي أنا يعني قاعد أقرأ ناقص 10.9 والبرتقالي مثلا أو الأحمر عفوا الأحمر مو البرتقالي هذا البرتقالي الأحمر 34 بالضبط هو هذا كل رقم يمثل شنو حديد تسليح بس انا اجي اسلح شنو انا هذا هل راح اسوي لي شيشه هنا اقطع على شكل دواره مثلا زين هذا هنا شنو شخلي الشيشه مثلا وبطل وهنا قصه هنا يعني قاعد طبعا عباره عن الوان ملطخه هيك انت على قولتك احنا بالحالات العمليه حصيره وشو الحصيره شباب حصيره يعني شنو مشبك مع الحديد متعامل سوء العصير واحد بقيت الحديد بس هو فهنا تجي شنو الطريقه بصراحه طريقه انه تجي انت اللون الغالب هو الحصيره والبقيه تعطي اديشنال رينفورسمنت على قبق ما لانه دائما بالنيجاتيف فوكس القبق اكسترا اديشنال بار فلهذا انت مثلا تشوف هسه اللون الغالب مثلا يجوز ازرق مثلا فالازرق يجوز يطلع ابو النص كل 40 سنتيم كل 30 سنتيم ابو النص انج ثم أجونك اللون مركز مثلاً بالنيجاتيف بالبوزيتيف أنا أضيف وأطلع منه أنا الأرقام فلهذا تشوف يعني هنا يعني حصير تصميم تفصيل أنت تفصله على التدرج اللوني الموجود هسه أقول له البرنامج صمم لي يصمم بس طلع لي خارطة ما حيد مثلها يا عينه اللي شنو مو أنا اللي صح السبب هانت ترجع أنت تكون عليك تجي تقول هاي الحصيرة وين الأديشنال وين الضيف وين كذا وش قد بالضبط هاي مسألة ممكن هو طبعاً هاي اللي قدام حضر تقدر الشرنكيج يعني هاي أكو سرعة زوم كل شيء صغيرة فتحتاج بها حديد تسليح حلة للشرنكيج عن تيمبرتشر طبعاً أكيد خلينا مثلاً كإكزامبل مثلاً خلينا مثلاً نشوف سلاب أحسن أوكي هذا example بالشكل هذا سقف قاعد تشوفون هذا الخط الطويل هنا وهذا الخط الطويل ها هي الحصيرة تريدون أزوم بعد أكثر حتى شوية تكون واضحة هاي ايش كاتب كم من بين عندكم واحد بعد وراس مال الخط عمودي وافقي وطبعا مثلا ما تكتب اي شوي اي فيس ما شوف بعضهم شفت ما يعرفوه يعني يسألون شنو اي دبليو اي افكتيف اي ايش وين ايش فيس هسه هذين الخطوط البقيه هذا الخط هذا شوف كله بي كلمه شنو اي دبل دي اديشن طبقات بالتوب او بالبوتوم او بالكذا هاي منين جبت الحكي هذا بصراحه جبته من اللون من اللون بالضبط حتى كم واحد مثلا شنو سبعه حتى سبعه مثلا وطوله هم عرفت من الالوان وين الالوان اوكي وهكذا زين اذا ماكو بعد سؤال حتى انكشاف بعد المحاضرات يجوز لي شيء انا اشكركم ما ارضكم تطرحون محاضراتكم محاضره خمسه ما نزلت من دروب نعم انا ان شاء الله